صباح الخير مشاهدينا، اليوم الثلاثاء 9 نيسان 2013، حلقة جديدة من برنامج الحدث بطلع عليكم مباشرة من قناة الجديد في بيروت. جملة من الملفات سنبحث اليوم على طاولة الحوار مع ضيفي الصحافي والإعلامي أستاذ علي حمادي، حضرتك أيضا عضو الأمان العام لقوى 14 أذار وعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل. رح نحاول في الإطار الصحافي قراءة الأحداث، قراءة موقف 14 أذار من الأمانة العامة ل 14 أذار وموقف تيار المستقبل من المكتب السياسي لتيار المستقبل في كل الملفات التي تغرق بها الساحة الداخلية اليوم. كما هو معلوم اليوم حافل في مجلس النواب، نشاط حافل جدا. منذ قليل بدأت هيئة مكتب المجلس اجتماعها على أن تعقد جلسة عامة بعد قليل إذا لم ترفع الجلسة، لأنه في موقف لتيار المستقبل من هذا الموضوع، من موضوع تمديد المهل أو إلغاء المهل الدستورية لقانون الانتخاب الموجود حاليا وهو قانون الدوحة. إضافة إلى هذا الموضوع هناك موضوع الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس المكلف تمام سلام في مجلس النواب في مرحلة ما بعد الظهر. سنحاول القراءة في موضوع تشكيل الحكومة، الصعوبات التي قد تواجه تمام سلام، التسهيلات التي قدمتها كل الكتل السياسية على الأقل في مسألة التكليف. سنبحث في تكليف تمام سلام، استقالة نجيب ميقاتي والوضع بالبلد ككل في هذه المرحلة. برحب فيك أستاذ علي. تسلم، شكرا. أهلا وسهلا فيك في هذا البرنامج. واسمح لي قبل ما نبتدي بالغوص بكل هذه الملفات بتفاصيلها، البلد عم يفرض علينا الحمد لله ملفات دسمة الفترة، بس الحمد لله هادي كمان. دسمة بس هادي الحمد لله. البلد محسن كتير، يعني على الأقل في هيك نزل منسوب التوتر الموجود بالبلد، إن شاء الله يطول أكثر، إن شاء الله يكون هذه سمة المرحلة المقبلة على الأقل. هذا ما سننطلق به بحوارنا، البلد إلى أين في المرحلة المقبلة. ولكن اسمح لي أن ننتقل إلى زميلتي كريستين حبيب التي توافينا بموجز لآخر وأهم التطورات على أن نبدأ حوارنا بعد ذلك. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي الصحفي الأستاذ علي حمادي. برحب فيك أستاذ علي. شكرا. مجددا في هذه الحلقة بدك تسمح لي قبل ما نبتدي النقاش في كل الملفات السياسية وقبل ما أنتقل لرامز القاضي بمجلس النواب اللي راح يوافينا بجو اللحظات في مجلس النواب قبل بداية اجتماع الهيئة العامة، بدك تسمح لي اليوم في تاريخ معين لابد ما نتوقف عنده، وإن بتحية وإن بذكرى. اليوم 9 نيسان ذكرى استشهاد زميلنا علي شعبان. اليوم من هذا المنبر من قناة الجديد تحية تعازي مجددا لقناة الجديد لعائلة علي شعبان الصغيرة، لعائلته الكبيرة الصحافة، ولكل اللبنانيين في ثانويته الأولى. تعازينا للأهل وتعازينا لكم أيضا وتعازينا لأسرتنا كلها، لأنه الشهيد هو عضو بهذه الأسرة. صحيح. والعائلة الكبيرة اللي نحن هو سقط وهو حامل كاميرته. تماما، هذه العائلة بننتمي إلى كلنا يعني. على كل حال بعد التعازي رح يكون في جزء من هذه الحلقة مخصص للملف السوري وارتداده على الملف اللبناني، القضية اللي بالأساس استشهد على أساسها علي شعبان وهو يحمل الكاميرا عند الحدود اللبنانية. صحيح. السورية في جزء من هذه الحلقة. ولكن اسمح لي البداية من مجلس النواب قبل ما نشرح كل التفاصيل. رامز القاضي رح يعطينا آخر التطورات على الأرض في مجلس النواب لنبدأ بمناقشتها هنا في الاستوديو. رامي صباح الخير. صباح الخير مالك، وكمان بضم صوتي لصوتك وبعزي كمان عائلة الشهيد الزميل علي شعبان ووالدته ووالده على الهواء، وألف تحيك أيضا لروح الشهيد الزميل علي شعبان. لذكرت أنه اليوم تصادف الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده في مجلس النواب. مالك، بالنسبة إلى مجلس النواب والجلسة جلسة الهيئة العامة، نحن ننتظر حتى الساعة انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي على أساسه سيتقرر إذا ما ستعقد هذه الجلسة أم لا، لأن هناك تضارب إذا ما يعني ستعقد أو تتأجل هذه الجلسة. فنواب تيار المستقبل يصرون إذا ما لم يعمل على تمديد المهل أو أقله عدم الذهاب إلى تعليق مهل الترشح للانتخابات النيابية، فكما قال النائب أحمد فتفت قبيل دخوله إلى الجلسة أنه سيطلب من الرئيس نبيه بري تأجيل هذه الجلسة حتى نهار الخميس والوصول إلى صيغة توافقية ما بين التمديد للترشح لمهل الترشح للانتخابات النيابية أو تعليقها. هناك يجري العمل على صيغة توافقية من أجل الوصول ما بين
التمديد والتعليق. بالنسبة إلى يعني الرئيس نبيه بري وأجواء هنا النواب، هم يقولون أن الدعوة قائمة إلى اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب ما لم يصار إلى تعديل معين داخل هيئة مكتب المجلس. أيضا مالك، يعني هناك إصرار يعني بهذا الأمر ما بين التعليق والتمديد. بعض النواب يعني قالوا أن هناك تعليق، لاسيما نواب التيار الوطني الحر، أن إذا ما القوات اللبنانية والكتائب في جلسة الهيئة العامة وهناك اتجاه والتزام منهم ببيان بكركي بالتصويت على تعليق المهلة الترشح للانتخابات النيابية، وما يعني يعني إبطال مفاعيل قانون الستين والتزاما ببيان بكركي، إذا ما ذهبوا إلى هذا الأمر فأن داخل الهيئة العامة يمكن أن يؤمن الأغلبية للتصويت لتعليق المهل الانتخابية، وهو الأمر أيضا الذي يراه الرئيس نبيه بري، وهو إبطال مفاعيل قانون الستين إفساحا في المجال للوصول إلى صيغة توافقية لقانون انتخابي عتيد. على كل حال مالك، يعني هذا الأمر سيتقرر داخل هيئة المكتب. هناك بعض المعلومات والتقديرات عن الذهاب إلى التأجيل إلى نهار الخميس، لأن هناك سيجري اليوم إفساحا في المجال أمام استشارات التأليف للرئيس المكلف تمام سلام، الذي ستجري أيضا اليوم في مكاتب مجلس النواب. نعم. عند الساعة الثانية ظهرا، هذا ما يرجح أن يكون هناك احتمال للتأجيل. هناك يعني سيبدأ هذه الاستشارات مع الرؤساء نبيه بري، نجيب ميقاتي، سعد الحريري هو غائب، يعني ميشيل عون، فؤاد السنيورة، وفريد مكاري، إضافة إلى كتلة التنمية والتحرير، كتلة نواب المستقبل على التوالي، كتلة التيار الوطني الحر، كتلة حزب الله الوفاء للمقاومة، يعني كتلة جبهة النضال الوطني، كتلة النائب ميشيل المر، وأيضا كتلة نواب زحلي، كتلة نواب القوات اللبنانية، نواب الكتائب، ووحدة الجبل، وكتلة نواب لبنان الحر، على أن تستكمل باقي الكتل استشارات التأليف نهار غد. مالك؟ رامز القادم مباشرة من مجلس النواب، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. استاذ علي، إلى أين؟ يعني باختصار هذا اللي كان متخوف منه يعني أنا الحقيقة فت على الاستوديو ما معي خبر، يعني شفت أخذت منك الخبر، لكن صرنا من يومين إلى الآن كان في مخاوف من هذه المشكلة اللي يمكن أن تنشأ ما بين هذين المفهومين، إما التمديد أو التعليق بمعنى إلغاء المهل. عمليا إلغاء الانتخابات أو إلغاء العمل بقانون 1960 من دون استبداله بقانون آخر. هذه وجهتين نظر هني اللي عم بيتواجهوا في المجلس النيابي الآن. صحيح أن هناك ربما أكثرية رقمية يمكن أن تتأمل من ذلك، إنما السؤال إذا تم إلغاء عمليا إلغاء قانون المعمول به اليوم، هناك يعني اجتهادات قانونية تعتبر بأنه إلغاء القانون المعمول به اليوم يعني 1960 يعيدنا مباشرة إلى القانون الذي سبقه اللي هو قانون 2000 اللي هو ما سمي بين مزدوجين بقانون غازي كنعان، يعني وبالتالي بنرجع على نفس القصة. يعني إذا بدنا نرجع على المسألة الدستورية، لا بس هو قانونا هيك بيصير الوضع. نعم. إذا ألغي قانون ما في نرجع فراغ. اللي قبله أم نكون فراغ؟ ما في فراغ، لا شيء. أوكي. ما في شيء اسمه فراغ بالتشريع، هذه قاعدة قانونية كلنا تعلمناها بأول سنة من الحقوق. ما في شيء اسمه الفراغ في التشريع. التشريع عندما تلغي قانونا، إذا لم تسن تلغيه بقانون جديد تعود إلى القانون الذي سبقه. لا يمكن إنه يكون في فراغ تشريعي شو ما صار، مثل ما هو ما في فراغ بالسلطة، ما في فراغ بالعمل التنفيذي. وبالتالي منكون عمليا وين وصلنا على إلغاء الانتخابات بشكل عملي وتأجيلها إلى أجل غير مسمى. هيدا مبدأ تعليق المهم. إيه التعليق، وأشار مراسلكم الكريم قال أنه ربما التعليق البعض يرى فيه أنه يمكن أن يكون حافزا من أجل العمل على قانون انتخابي جديد. إنما وين المشكلة؟ المشكلة أنه أن تضع الأمور في هذه الحال، إذا في نية للتوصل إلى قانون انتخابي جديد ما في مشكلة، إذا ما في نية لو ألغيت ولو فرغت ولو عملت شو ما بدك من الاجتهادات القانونية رح تضل بلا قانون وبلا انتخابات. الآن في مستجد أساسي، المستجد الأساسي هو التالي: القانون الأرثوذكسي مثله مثل قانون 1960 عملية من الناحية العملية لم يعد
قائما من الناحية العملية، هو عمليا جرى تجاوزه ويجري العمل على تجاوزه. لا بعد أكثر من الستين، الستين نافذ حكما وإن كان في موجبات قانونية قد تؤخر تنفيذه. شو قصدي؟ بس الأرثوذكسي مش قائم. قصدي إنه الأرثوذكسي عمليا معنويا كان قائما بإنه معه أكثرية بفترة بس ماديا يعني راح. كان عنده أكثرية عددية إذا حسبت كل اللي وافقوا عليه بشكله الأكثرية بمجلس النواب. بعد قائمة هذه. لا لم تعد قائمة. لم تعد قائمة، والدليل على ذلك هو آخر تصريح للبطريرك الماروني بالأمس شارع الراعي الذي قال نحن مع القانون الأمثل في لبنان، هو القانون المختلط ونحن مع أي قانون مختلط يتفق عليه. حتى قال إنه المختلط أصبح مطلب الجميع. تماما، وبالتالي واضح إنه الأرثوذكسي الكل جوزوه، حتى لو كان العماد ميشيل عون بده يستمر بالمعركة من أجله ما رح يقدر يفرضه، ما رح يقدر يمشي بس فيه. هو فعليا هلا أليس معلق الشهر على الأقل، يعني بغض النظر عن الإشارة، إشارة البطريركية بإلغاء أو بالانتهاء من مرحلة الأرثوذكسي. واضح حتى تم العماد عون يعني في شهر في معلق هذا الموضوع بناء لاتفاق للعماد عون مع بكركي، لأنه بكركي ما بقى فيها أنها تستمر. رأت بكركي بعدما أجرت مشاورات واسعة في الوسط اللبناني ومشاورات لبنانية وعربية وحتى أوروبية وأمريكية أيضا، رأت أنه لا يمكن المواصلة السير بهذا القانون، وخصوصا أنه هذا القانون إذا بدنا نحكي من حيث المبدأ، هذا القانون صحيح أنه رقميا بيأمن لك 65-65 لكنه يؤدي إلى تفسيخ البلد تفسيخا كاملا، وفي بوجه قوى سياسية وقوى وشرائح اجتماعية بالبلد كبيرة كتير، بحيث أنه ممكن بده يخلق مشكل كبير كتير بالبلد. يعني انتهينا من الأرثوذكسي، وعلقنا الستين عمليا معلق. الستين معلق، لكن ما في شيء اسمه فراغ في التشريع. نحن ما زلنا في مرحلة 1960. الشيء المؤكد واللي لازم اللبنانيين كلهم يعرفوه هو أنه الانتخابات مؤجلة، على الأقل مؤجلة. ما في بتسعة حزيران انتخابات. أنا بتعرف صار لي سنة بحكي أو فيه. على الأقل 16 يعني بما أنه أجل وزير الداخلية. لا أنا تقديري سمعتني. وهذا تقدير شخصي لا علاقة له بالجهات السياسية اللي أنا بنتمي لها والعائلة السياسية التي أنتمي إليها. أنا تقديري من الأساس من 8 أشهر بقول أنه ما في انتخابات على الأقل سنة، على الأقل سنة من اليوم؟ على الأقل سنة لقدام. لا مش من اليوم، من حزيران. من 8 أشهر من حزيران؟ نعم. يعني لحزيران 2014 على الأقل. أنا بتقديري ما في، مش ممكن تعمل انتخابات، لأنه لا رح لك لسبب واحد ما كنت بدي أسأل لماذا، بس كنت بدي استهيئ. لأنه لا تستطيع أنك تعمل، أنت إذا أجلت الانتخابات لمدة شهر افترض نظريا، تعمل انتخابات برمضان ما بتزبط بتموز. ما بتزبط. راح رمضان، إجا ما بعد رمضان. لا كي يحكى عن أيلول تشرين، فتنا بمرحلة أنه إن شاء الله بمجد الأستاذ تمام سلام، أنه دخلنا بمرحلة أنه ربما بعض العرب، بعض السواح والمصطفين ولدى يرجعوا على البلد. بس نحن نحكي عن تشرين. لحظة، ما فيك تعمل، مستحيل. ليه؟ لسبب واحد بسيط. أولا الانتخابات عم تجريها بالوقت اللي كل اللبنانيين، اللي عبارة عن حوالي 200-250 ألف لبناني أو 300 ألف لبناني بيجوا بالصيف، هو اللي رجعوا كلهم على أشغالهم، اللي راح على أمريكا، اللي نزل على الخليج، اللي راح إلى أماكن أخرى، إلى أماكن عمله وأماكن هذا. تانيا ما بتعمل انتخابات لما تكون الأولاد فاتي على المدارس. بس مين عم بيجيبهم؟ كان الطيارات على يوم ويومين. لا لا لا، مش مشكلة الموضوع المسافرين. منه هيك الموضوع. أولا عائلات عم تحكي إنه عم تجيب مرة ورجال. لا أنا معك، فيك تجيب، بس ما فيك تجيب يعني. من أستراليا ومن أمريكا. إجي الطيارات من أستراليا بال 2009 بالصيف. أنا معك، بس ما فيك تجيبه. يعني من أجله لأنه ما فينا نجيب المغتربين. لا 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 لا، مش هيك يعني. لأنه بتكون سبب من أسباب التأجيل أو تعذر. تسلم لي، رح أعطيك سببين. السبب الأول هو أنه ما حدا، ما في شيء اسمه انتخابات بالخريف. تانية ماذا يمنع أولا أنك أنت دخلت مرحلة المدارس، ما بتعمل انتخابات لما يكون في مدارس. انتخابات نهار أحد. يا تسلم لي، ما فيك هيك. بعدين إذا عندك قانون جديد مختلط، أنت بتعرف، سألوا الأستاذ مروان شربل إذا في تتصلوا فيه، تسألوا قدي بدكم، حاولوا قدي بدكم لتدربوا الكوادر ولتأمنوا الكوادر اللازمة ليتعلموا على القانون الجديد إذا أقر القانون الجديد. افترض أقر من هلأ لشهرين القانون الجديد، من هلأ لشهر.
هلا هو قال وزير الداخلية بده 6 شهور، بدك تدرب الكوادر، بدك تدور على أقصى حد. قال وزير الداخلية بتصريح بدك 6 شهور، صرت بالشتاء، نحن بشهر 4 بشهر 10 مستحيل الأول. تشرين ما بتصير، أولا ببلش الشتاء، ببلش المدارس، ببلش العالم، بيكون اللبنانيين اللي قاعدين برا صاروا برا، ما فيك ترجع أنت ترد الناس من أشغالها بفصل الشتاء. ضروري المغتربين يكونوا ناخبين. ليه ما بيتضمن القانون انتخاب المغتربين اقتراعهم برا؟ ايه ليه بدنا نجيبهم؟ بس وزارة الخارجية المحترمة بأيام الوزير المحترم اللي بعده عم يصرف أعمال عملوا كل العمايل من أجل أن يبعدوا أو يثنوا المغتربين، أو يثنوا المغتربين، أو هيك يبعدوهم عن التسجيل في اللوائح الشطب اللي موجوده بالسفارات وبالقنصليات. بنصير من اجل الانتخابات لانه ما قادرين نجيبه. مش بس هني، ما عم بعطيك سببين اساسيين، انه شتاء ومدارس وتأجيل. في قاعده او عرف متعارف عليه، انتخابات تجري ما بين نهايه الربيع ونهاية الصيف. بس يا أستاذ علي، نحن اليوم بظرف استثنائي، يعني أن يكون ممدد لمجلس النواب، أي الأهين أنه نعمل انتخابات بتشرين ولا نأجلها لحزيران؟ بس أنا تقديري أنه بكل الأحوال ما في، بكل الأحوال ما فيك. إذا جيت أنت، نحن صرنا بشهر 4، عملت قانون بشهر 5، أنت كوادرك ما بتحضر قبل آخر السنة، بيقول لك وزير الداخلية بيقول لك 6 شهور، لحق على 9 شهور. انت بتعرف اولا لانه صار عندك نوعين من الموظفين اللي بدك من الاقلام، عندك الاكثري وعندك النسبي. يعني انت بتعرف التعقيدات اللي بدها تصير، اللي بدها للتدريب، للتقسيم، لا 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 لخلق مراكز اختراع، لا يعني كله في ورشه طويله عريضه. ثانيا وهذا الاهم، حكومه ما عندك، اي حكومه اللي بدها هي الحكومه اليوم في تصريف الأعمال، لا وفي التكليف، وفي بكرة بده يؤلف الرئيس تمام. عندما يكلف رئيس حكومي غير رئيس الحكومة الموجود لتشكيل حكومة، ما بتقدر حكومة تصريف الأعمال هي تروح تعمل الانتخابات. يعني هيدي بدي أحكي عن الموضوع، لأنه في سيناريو كمان يحكى عن حكومة تصريف أعمال مقبلة لإدارة هذه الانتخابات. بدي أسأل بهذا السيناريو كمان، يعني أنه هيدي معاكسة لكل القواعد العمل السياسي وقواعد الانتظام العام وقواعد. أولا أنه عندك رجل عم بيشكل حكومة، بتجي بتسلم الحكومة اللي ظهرت واللي استقالت واللي رئيسها رايح على بيته عمليا، بتجي بتسلمها مهمة دستورية أساسية وتأسيسية. طالما أنه الرئيس المكلف لم يشكل حكومة، شو تعمل من أجله؟ لا يستطيع الحكومة المكلفة، لا تستطيع أن تقوم بأعمال خارج إطار التصريف الأعمال الإداري الروتيني الصغير. ما بتقدر لا تستطيع أن تقدم لا على قرارات كبيرة. هناك من ينادي في لبنان بالانتخابات بوقتها بأي ثمن. لا مش بأي ثمن، ما بيصير بأي ثمن، ما فيك بأي ثمن. أولا بدك توصل لتوافق، أنت بعدك عندك وجهات نظر متباعدة، على الأقل ربما يكون هناك تشكلت أكثرية موصوفة ربما، أو قناعة لدى أكثرية موصوفة أنه خلينا نروح نحو قانون مختلط. القانون المختلط دونه عقبات أيضا ودونه شروط طويلة عريضة. أولا القانون المختلط بأي نسب، ثانيا رسم الدوائر. اليوم بدوا دراسة عن جديد، رسم الدوائر، أعداد النواب بكل منطقة. أنت بتعرف شو معناتها رسم الدوائر؟ صحيح. رسم الدوائر، شل لي هالضيعة من هون وحط لي إياها هون، شيل هالنايب من هون طلعني من هون، صحيح. نزل لي إياها لهون. هي بتعرف وبدي أحكي بتفصيل هودي الأرقام. نحن حكومة من 30 بتاخذ معنا 6 شهور ترجع تشكل، تعيد تشكيل دوائر انتخابية وكل الناس عم تتناتش. إيه عندك وقت، خد وقتك، وأنا بطمن اللبنانيين، ضبوا مصرياتكم بجيابكم، انتخابات ما في هالسنة. يعني ما في دفع مصاري؟ ها؟ ما في دفع مصاري؟ هلا ما في دفع مصاري، خليهم يضبوا يخففوا شوي مصروف. مرشحين يخففوا مصاريفهم بس المرشحين مش هن اللي بيصرفوا؟ طيب ماذا صنفشات ونقليات بس؟ ها؟ بس؟ إيه بس شو؟ ماذا يعني أن ينضم الرئيس نجيب ميقاتي والنائبين سامي الجميل وجورج عدوان وفيما بعد النائب سليمان فرنجية إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس؟ لأنه أريد أن يكون هناك، يعني اجتماع المكتب أن يتوسع ليضم كل الكتل، بمعنى أنه أن يكون القرار الذي سيصدر عن هيئة المكتب أن يكون متوافق عليه. أحسن من روح على
الجمعية العامة أو على الهيئة العامة وتصير الشوشرة بالهيئة العامة. بس فعليا اليوم في 70 نائب، هلأ أحصي 70 نائب في مجلس النواب أي ما يزيد عن النصاب 65. أي ما بيكفي يعني إذا ما عندك، إذا عندك مشكلة مع كتل خلاف سياسي اليوم يا خي، إذا عندك مشكلة اليوم. إذا عندك مشكلة مع تيار المستقبل اللي عنده 35 نائب تقريبا، وعندك مشكلة مع وليد جملاط اللي هو مثل ما بيسموه بيضة الأبين باللعبة وبالمعادلة، وهو أيضا الحليف الصديق الوسطي للرئيس نبيه بري اللي عم بيصعدوا السلم سوا، سلم الوسطي. هكذا قال الرئيس نبيه بري، هكذا قال الرئيس نبيه بري. ما رح يروح الرئيس نبيه بري حتى لو تم الضغط عليه. المرحلة تغيرت، مرحلة حكومة نجيب مئاتي وحكومة ما سمي بحكومة الانقلاب، انقلاب 2011، هيدي انتهت مفاعيلها. اليوم انت امام مشهد جديد، المشهد الجديد هو مشهد انه ما بقى فيك تنفرد، ما بيقدر. تغيرت معادلة، تغيرت المعادلة يعني تماما كما قالوا رئيس نبيه بري أكثرية سابقة، ما بقى في أكثرية اليوم. الأكثرية اليوم إذا بدك هي أكثرية متحركة، الأكثرية السابقة كانت أكثرية وهمية بالمعنى الحقيقي والفعلي. بس هذه الأكثرية أسقطت حكومة الرئيس لا وهمية سعد الحريري وشكلت حكومة حكمت البلد سنتين. بس هي ما أكثرية بالمعنى يعني أنه قوة 8 أزار لحالها قدرة تشكل. لو ما جابت لعندها وليد جملاط ما كانت قدرت شكل. ونفس الشيء اليوم لو ما وليد جملاط كان مع 14 أذار بتسمية تمام سلام، لكن ما كان قدروا. لكن الشغلة، لكن الشغلة الجديدة لكن المستجد المهم هو انضمام 8 أذار بكامل أعضائها تقريبا إلى هذا التكليف، مما أعطى التكليف نوع من الإجماع الوطني على عكس ما حصل مع الرئيس نجيب ميقاتي اللي هو كان حكومة تحدي، رئيس تحدي ومن ثم حكومة تحدي منبثقين عن عمل سياسي أمني كبير أدى إلى قلب المعادلات بالطريقة اللي بنعرفها. بدي أحكي عن هالموضوع بالتفصيل لأنه في ملف كامل هو تسمية تمام سلام واستقالة نجيب ميقاتي وتشكيلة الحكومة الحالية. بس بعد ما حكينا عن مجلس النواب وقبل ما فوت بالاستشارات اللي رح يجريها النائب تمام سلام يعني مدخل إلى الحكومة قبل مجلس النواب، بدك تسمح لي أنه ننتقل إلى فقرة الصحف اليوم. أبرز عناوين الصحف قرأناها في 7:30 صباحا، ولكن في هذه الفقرة التي باتت فقرة يومية ضمن برنامج الحدث سيكون هناك قراءة في أبرز المقالات في منشطات الصحف، المعلومات الأساسية، إضاءة على أبرز ما ورد في صحف اليوم لنناقشه بعد هذه الفقرة. إلى كريستين حبيب. شكرا مالك. مشاهدينا البداية مع خبر تكنولوجي يهم جميع اللبنانيين، يعني بعيدا عن السياسة من النهار اخترت لكم خبر اليوم عن تسونامي الهجمات الإلكترونية الذي يضرب لبنان، وهدف هذه القرصنة على ما يبدو هو الابتزاز المادي. هذا المقال بقلم ليال كيوان، وتقول إن الفيروس الذي انتشر أخيرا يصيب الأجهزة الإلكترونية عند دخول مواقع إباحية أو عند تحميل أي برنامج غير معروف. ووسط تسونامي الهجمات الإلكترونية التي تجتاح بقاع الأرض يضرب فيروس بالغ الخطورة منطقة الشرق الأوسط ومنها لبنان، ويتولى قراصنة إلكترونيون بثه كي يصيب الأجهزة الإلكترونية من كمبيوترات وهواتف خلوية وأجهزة لوحية. هذا الفيروس انتشر اليوم في لبنان متخذا قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية. يبدو مشاهدين أن هناك مشكلة كما لاحظتم بالصوت، سوف نحاول حلها ونعود إليكم لاحقا. مالك. شكرا كريستين، سنعود إليك فور حل هذا الإشكال التقني. أستاذ علي أبي، موضوع اللي كنا عم نحكي فيه اللي هو مجلس النواب تمديد المهل الاتفاق على قانون الانتخاب، اليوم موضوع تأجيل للمهل يفي بالغرض؟ يعني اليوم ما يطالب به تيار المستقبل هو تأجيل جلسة اليوم 48 ساعة للاتفاق على تأجيل المهل وليس يعني إلغاء، تمديد المهل وليس تعليق. يفي بالغرض تمديد المهل؟ يفي بالغرض، لأنه طالما هناك نية مشتركة والكل متفقين أنه خلينا نروح على القانون المختلط، يعني تيار المستقبل ومعه باقي القوى الحليفة. بدك تسمح لي بس قبل ما تكمل، الرئيس بري أجل الجلسة العامة إلى نهار الأربعاء، بس لأتأكد من الموضوع لأنه وصل الخبر ثانية واحدة. الرئيس نبيه بري إذن يؤجل الجلسة العامة لمجلس النواب إلى الساعة 3 من بعد ظهر غد، إذن
جلسة مجلس النواب الهيئة العامة تأجلت إلى الساعة 3 من بعد ظهر غد. 24 ساعة كافية؟ يعني كل شيء كافي لما عندما تتوفر النوايا وعندما يكون الـ يعني الخط الأساس البياني الأساس هو أنه ما رح نعمل شيء إلا بالتوافق بين كل القوى السياسية. رح أقول لك ليش التمديد يفي بالغرض لسبب واحد وبسيط. أولا أنت بتكون ما فت بلعبة محاولة وضع يعني بلعبة الفراغ، وأنا قلت لك بكل الأحوال ما في شيء اسمه فراغ ولكن يعني يتم تحديد هذا هذا الأطر. لكن في توافق التيار المستقبل كان ماشي بالأساس بالستين مع النائب وليد جنبلاط، رجعوا طوروا من الستين بالأساس أساس رجعوا طوروا من الستين أو من قانون الدوحة، راحوا على على الدوائر 13، رجعوا بعدين راحوا أبعد للمختلط ولا رفع عدد الدوائر، وهذا يعني في تطور بالمواقف عند الكل. عرفت كيف؟ حتى النائب وليد جنبلاط إذا بتلاحظ تطور مواقفه، هو 60 60 60 بعدين راح على المختلط وراح على على يعني التفاوض حول مطلق قانون ولكن بعض المفاوضات على التفاوض حول عدد الدوائر. إذن نحن أمام مواقف متطورة. المعادلة في لبنان تغيرت، ما عاد فيك تفرض مثل ما كنت تقدر تفرض قبل. لا عم نقول أنه 14 أزار قادرة تفرض هي على القوى السياسية الأخرى على الجهة الأخرى كل شيء بدها إياه، لكن أكيد أكيد أنه لا جنرال عون ولا حزب الله بقى بيقدر يفرضوا اليوم للمرة الثانية. نعم. الرئيس مري بيقف على خاطركم، على خاطر تيار المستقبل تحديدا، على خاطر 14 أزار أو التيار المستقبل. في مرحلة من المراحل يوم كان الأرثوذكسي واصل إلى مجلس النواب وقف على خاطر تيار المستقبل تحديدا، يعني كان يوم كانوا حتى القوات والكتائب بركب الأرثوذكسي في تلك المرحلة قال المستقبل لا أم وقف. لا مش بس المستقبل، وليد جنبلاط طبعا الاثنين تقال اليوم عندك التقل اليوم ايضا للمره الثانيه يقف على بس على على اي قاعده؟ على قاعده هون سؤالي على اي قاعده؟ على قاعده على قاعده ميثاقيه انه التيار المستقبل و النائب وليد جنبلاط بيمثلوا شريحتين كبار كثير بالبلد ما فيك تتجاوزهم اولا، ثانيا الرئيس بري يحاول ان يلعب دور رئيس مجلس نيابي للجميع، منه قادر ما واضح انه ما بده يفوت بمعركه 8 اذار حتى النهايه. عنده قراءه انا ما بعرف مني ما بعرف ما بقدر احكي عنه، لكن واضح انه لديه قراءه ان الزمن تبدل، ما بقى فيك تفرض الامور بالاكثريات الرقميه. نعم. عرفت كيف؟ يعني رح اعطيك مثال، نجيب مئاتي تم تسميته باكثريه رقميه وتم تشكيل الحكومه باكثريه رقميه، يعني ارقام، لكن تم استبعاد شريحة كبيرة من البلد. وبالتالي إذا بدنا نرجع كمان بالتاريخ لل 2011 وقف نجيب مئاتي عند خاطر كل القوى السياسية. وين؟ قوى 14 أذار من رفضت الدخول في الحكومة. تسلم لي، هذه مناورات الرئيس مئاتي. هلا بدي أعلمك على الرئيس مئاتي، أنت بروفيسور بالرئيس مئاتي بتعرفه تمام أكثر مني. بس نحن تلاميذكم كمان. لا لا العفو، بس يعني الرئيس مئاتي رئيس مناور كبير وواضح أنه ما كان عرض عليكم وما قبل عرض 14 حاول أن يكحل الأمور وحاول أن يناور وحاول أن يأتي بشرعيتنا ليضمها إليه ليأخذ شرعيتنا. من الرفض نحن قلنا له شو دورنا بتعطينا تلت الضامن؟ قال لا ما بعطيكم تلت الضامن. طيب الحكومة التي سبقت حكومة سعد الحريري نحن كنا الأكترية، طلبوا الثلث الضامن اخذوه ولا لا؟ اخذوه ولا الدوحه ولا اتفاق الدوحه هو مفروض تسلم لي طلبوه للثلث الضامن اخذوه، اعطانا الثلث الضامن ما اعطانا الثلث الضامن. ثانيا كل مره عم نفوت على موضوع الحكومه وتشكيل الحكومه، عم نرجع على موضوع لانه بدي انهي مجلس النواب مع رامز القاضي ورايك بموضوع يعني الختامي بموضوع مجلس النواب والقانون قبل ما انتقل الى الحكومه بشكل مفصل وكامل. بدنا نحكي بتفصيل التفصيل في موضوع الحكومه. التفصيل الممل يعني مش ممل، بدنا نحاول يعني ما نكون مملين. الى رامز القاضي. رامز، ما الجديد في مجلس النواب في هذه الاثناء؟
مالك، بالفعل يعني على ضوء الاجتماع هيئة مكتب مجلس النواب تأجلت الجلسة الهيئة العامة للمجلس إلى نهار غد عند الساعة 3 إفساحا في المجال أمام الوصول إلى صيغة توافقية. أيضا يعني وعلى هامش هذا الاجتماع كان هناك اجتماع موسع انضم إليه الرئيس نجيب ميقاتي وكل من أيضا من النواب جورج عدوان والنائب سليمان فرنجي، وتقرر البحث في صيغة توافقية ما بين التمديد للمهل الترشح للانتخابات النيابية أو التعليق. يجري العمل يعني على تفكيك هذا الأمر، فالجميع متفق كما نقل النواب على تعطيل ربما مفاعيل القانونية ثبت بالنسبة إلى الترشح وسحب الترشيحات لقانون 60، ولكن يعني قوى تيار المستقبل والنائب وكتلة النائب وليد جملاط يرون أن في أمر بالنسبة إلى إذا ما حصل هناك تعليق، أي أن هناك تطيير للانتخابات وهو الأمر الذي يرفضونه. في مقابل يعني مسار النواب الرئيس نبيه بري وحزب الله والتيار الوطني الحر يرون أن يعني بعدم التعليق ممكن الذهاب إلى الانتخابات وفق قانون 60 الذي يرفضونه. النائب علي حسن الوزير علي حسن خليل أيضا قال أن لن يجري هناك عمل، يعني إذا سئل عما إذا لم يجري إلى التوافق إلى يجري التوصل إلى صيغة توافقية في هذه الفترة، يعني في هذه المجال في 24 ساعة ما بين التمديد والتعليق، هل سيصار إلى التصويت؟ قال اليوم الأجواء إيجابية ويجري العمل بالتوافق، ويعني لم نعلم إذا ما غدا سيذهبون إلى التصويت أم لا. إذن الجلسة بالحصيلة تأجلت إلى نهار غد عند الساعة 3 ظهرا، علما أن نواب المستقبل أيضا كانوا بداية كنا أشرنا في وقت سابق لأنهم لو لم يجري ذلك كانوا هم سيقاطعون هذه الجلسة. شكرا لك رامز القاضي مباشرة من مجلس النواب. أستاذ علي، يقول أن الوزير علي حسن خليل الأجواء إيجابية. لا، الرئيس نبيه بري واضح أنه لديه رغبة من الأساس، صار له فترة عدة أشهر عم بيحاول يخيط في إطار التوافق العام وفي إطار عدم استبعاد قوى سياسية كبيرة. مرتاحين لدور الرئيس بري في هذه المرحلة؟ حتى الآن الرئيس بري واضح أنه عم بيقوم بدوره كرئيس مجلس نيابي بشكل مرضٍ وبشكل واضح يعني الغزل، يعني رئيس حزب القوات اللبنانية يتغزل بدور الرئيس بري. طب يا أخي رئيس فؤاد السنيورة يتغزل، وأنا بتغزل فيه للرئيس بري. يعني إذا كان الرئيس نبيه بري عم بيقوم بالدور اللي نحن طول عمرنا بنطمح انه يقوم فيه، بفتره من الفترات نحن كنا شايفين انه ما كان عم بيقوم بهذا الدور. بتتذكر لما صار في اغفال لمجلس النيابي كان لنا وجهه نظر بهذا الموضوع، انما عندما يكون الوضع اولا هو لم يغلب وجهه نظر 14 اذار، هو يحاول ان يؤلف ما بين المتناقضات. نعم. وهذا امر جيد ان يجمع بين كل الافرقاء، هذا هو لبنان. المشكلة اللي كانت حاصلة انه اخر سنتين كنا عم نحاول، كنا مفكرين في ناس متوهمين وفي قوى سياسية وامنية وعسكرية فاكرة انه بيكفي يكون عندك 10,000 مسلح بالطريق و50,000 صاروخ بالمخازن لتقدر انك تكمش البلد. هذا لبنان معقد يا اخي، كتير كتير اكثر من ذلك بكثير، ولا تستطيع ان تحتكم الى القوة في كل شيء. تستطيع أن تغير من المعادلات لكن هذا التغيير يكون مؤقت. للحديث تتم ولكن مجددا إلى كريستين. إن شاء الله يزبط الميكرو. تفضل الهواء لك. يبدو مش الحال، بنعتذر مشاهدينا عن الخطأ التقني ومنعود لخبر النهار عن هذا الفيروس الإلكتروني الذي يجتاح لبنان، وهو انتشر متخذا قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية شعارا له كي يخدع المواطنين وينال ثقتهم ليحقق القراصنة هدفهم المنشود وهو الحصول على المال. إذن هذا الفيروس يعني نحذركم منه لأنه يجتاح كل الوسائل التكنولوجية من هواتف محمولة وصولا إلى الكمبيوترات النقالة. ومن جريدة النهار ننتقل إلى صحيفة السفير، وفي افتتاحية السفير اليوم ليل التفاوض الطويل بين جنبلاط وبندر. في تلك السهرة الشهيرة بحسب السفير طلب بندر من جنبلاط أن ينزل عند خاطر سعد الحريري والسعودية فيقدم التعويض المطلوب، وهل هناك أسمن من رأس نجيب ميقاتي وحكومة حزب الله؟ ودائما بحسب معطيات السفير لم يعطي جنبلاط جوابا للمملكة العربية السعودية، ولكنه أدرك أن هذا المطلب هو ألف باء إعادة تطبيع العلاقة بينه وبين السعودية، وهو قال لسائليه بعد عودته إلى بيروت إن الزيارة فتحت الأبواب وهذا هو الأهم. ومن السفير الانتقال الآن إلى جريدة الأخبار، ومن الأخبار اخترت لكم خبرا عن الشيخ أحمد الأسير وعن انتقاله إلى تركيا.
هذا المقال بقلم الزميلة أمال خليل، وهي تقول: بعد ظهر أمس طار أحمد الأسير عبر مطار بيروت الدولي إلى تركيا مصطحبا عددا من أفراد عائلته ومدير مكتبه الشيخ أحمد الحريري وعائلته. لكن تتحدث الشائعات بحسب الأخبار عن أن الأسير قد يحاول العبور إلى سوريا، وتحديدا إلى المنطقة الحدودية السورية التركية، تحديدا إلى أعزاز حيث المخطوفين اللبنانيين. وفيما كان الأسير يطير إلى الربوع التركية، كان رفيقه فضل شاكر يرفع الملفات القضائية لعدد من مرافقيه المطلوبين بمذكرات إلى القضاء العسكري، وهو استطاع وفق تسوية مع الجيش اللبناني تنظيف هذه الملفات دفعة أولى منهم، وتمكن من تنظيف سجلات الجزء المتبقي لمرافقيه. من جريدة الأخبار نقرأ الآن: في الديار تحضيرات تيمور للانطلاق من الباب الواسع. على ما يبدو فإن النائب وليد جنبلاط يحضر نجله للدخول في معترك السياسة ومن الباب الكبير من خلال تعيينه رئيسا للحزب التقدمي الاشتراكي، إضافة إلى انتخابات تجري في الأقسام الاشتراكية وتؤدي إلى إيصال مجلس القيادة. وتقول الديار إنه ليس من الضروري أن يكون المجلس من النواب أو الوزراء، بل من القاعدة الشعبية الاشتراكية. وقام جنبلاط بتوجيه تيمور باتجاه السعودية وفرنسا وأيضا مصر والأردن وسوريا لكي تقوم علاقات بينه وبين هذه الدول النافذة، بحسب جنبلاط ودائما بحسب الديار. وإلى المستقبل الآن، واتصال حام بين سليمان وبري، بحسب المستقبل. فتفيد المستقبل أنه بالأمس وخلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب سجل اتصال بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، ولمس الحاضرون خلال هذا الاجتماع أن حصل تلاسن بين الرئيسين، أنهى بعده بري الاتصال بعصبية لأن الرئيس رفض كليا طرح وقف العمل بالمهل الذي طرحه بري. والآن إلى صحيفة البلد، ومن صحيفة البلد أيضا بعض المعلومات السياسية والخفايا. سران من صحيفة البلد: بدأت بورصة الأسماء المرشحة للوزارة بالتداول وسط اتجاه لاختيار شخصيات قريبة من 14 و8 أدار لا تمتهن العمل السياسي. وفي الخفايا دائما من جريدة البلد: يحرص رئيس الحكومة المكلف على كسر عرف اعتمد طيلة السنوات الماضية يربط بعض الوزارات بطوائف محددة، خصوصا وزارة الخارجية. ومن البلد أنتقل الآن إلى الحياة، وفي الحياة خبر عربي: فياض يقدم استقالته في غضون أيام. توقعت مصادر أن يقدم رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض استقالته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال أيام، بعد حوالي 6 سنوات من الشراكة تراكمت خلالها الكثير من الخلافات التي وصلت أخيرا إلى نقطة الافتراق. وأوضحت المصادر أن خلافات حادة تفجرت في الآونة الأخيرة بين عباس وفياض بشأن استقالة وزير المال. ومن الحياة ننتقل إلى المصري اليوم، وأيضا خبر عربي من المصري اليوم، وبه نختم فقرتنا. وأتحدث الآن عن وصول صفقة غاز مسيل للدموع لمصر جرى استيرادها من أمريكا. تفيد صحيفة المصري اليوم بأن هذه الشحنة تضم 5 حاويات بداخلها 140 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع لصالح وزارة الداخلية، وصلت من خلال وسيط شحن. مستندات الشحن تضمنت شروطا بأن تكون الحكومة المصرية فقط هي المستخدم للقنابل، ولا يجوز لها إعادة تصديرها أو بيعها للغير. نهاية الفقرة، عودة إلى مالك وضيفه. شكرا كريستين على هذه الفقرة وهذه المعلومات وهذه القراءة في أبرز مضامين الصحف الصادرة اليوم في بيروت. السيد علي، بالعودة إلى الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه واللي قرأت جزء من تفاصيله أيضا كريستين حبيب في الصحف، موضوع الاجتماع اليوم، الانتخابات، تأجيل الانتخابات، تمديد المهل، بدي أنهي هذا الملف باقتراح لوزير الداخلية. نشرت اليوم صحيفة السفير اقتراح لوزير الداخلية بأسباب موجبة لتأجيل المهل الدستورية، تمديدها
تمديدا. يقول الاقتراح: بعد كل الشرح للأسباب الموجبة، نتقدم من مجلسكم النيابي الكريم باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعليق جميع المهل المنصوص عليها في القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008، وهو القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات بعد اتفاق الدوحة المتعلق بالانتخابات النيابية، وذلك لمدة تنتهي في 30 أيار 2013، راجين إقراره في أسرع وقت ممكن. بمعنى أنه معك 16 يوم لتعمل انتخابات، إذا في حال بدك تعمل انتخابات ب 16 مش ب 9. ما بلحق. ما شو وين بدك تلحق؟ وين بدك تلحق؟ يعني هيدي على كل هذا مبدا، وخصوصا لدى رئيس الجمهوريه ولدى الذي اللي طبعا انا برايي هو خلف هذا المقترح هذا، انه ما بيجوز نحن نحاول نعمل تفريغ للبلد. بدنا أرثوذكسي ما بدنا إياه، بدنا ندفش الناس لتعمل القوى السياسية لتتفق على قانون مختلط أو قانون يرضي الشرائح الممثلة بأوسع تمثيل بلبنان. لكن أنه نأجل الانتخابات ونلغي الانتخابات، رئيس الجمهورية منه ماشي فيها، وحتى رح يطعن يعني بأي شيء ممكن أن يؤدي إلى ذلك. ختام هذا المحور المتعلق بتمديد القانون وتعليق المهل أو تمديد المهل، بدك تسمح لي بدي أخذ استشارة قانونية من الخبير القانوني دكتور أنطوان صفير حول هذا الموضوع، لأنه بمعلومات باتصال لي معه أفادني أنه هذا الموضوع مخالف تماما للقانون. دكتور صفير صباح الخير. قطع الاتصال، يا ريت جربوا لنا عن جديد الاتصال مع دكتور أنطوان صفير للقراءة. عن شو بدك تسأله؟ عن التعليق؟ عن مبدأ التعليق أو التمديد، يعني هل التمديد أساسا حتى التمديد قانوني أم التمديد قانوني والتعليق غير قانوني؟ هو بيقول إنه اثنين مش قانونيين. إنك بدك تكمل تحديدا التعليق، تحديدا التعليق هو خطيئة مش خطأ في القانون. على كل حال ما بعرف إذا صار جاهز دكتور أنطوان صفير، بانتظار إنه يجهز دكتور أنطوان صفير. إلى المشاورات اليوم سيسرة بمجلس النواب برأيك بعد الظهر، مرحلة ما بعد الظهر في مجلس النواب؟ المفاوضات الفعلية لتشكيل حكومة بتتم بالكواليس وليس في هذه اللقاءات ذات الطبيعة البروتوكولية، حيث كل كتلة أو كل مجموعة من النواب تعطي وجهة نظرها في شكل الحكومة وهيك الخطوط العريضة التي تتمناها في الحكومة. أولا نحن بعدنا ما اتفقنا هذه الحكومة شو شكلها، أول شيء شو المهمة، ثانيا شو الشكل، وبعدين منشوف هذه الحكومة من الأسماء. يعني عندك ثلاث مراحل، بعدنا ما بلشنا بالمرحلة الأولى. شو وظيفة هذه الحكومة؟ الرئيس المكلف ماذا يقول؟ يقول أنه هو آت مهمته الأولى هي الانتخابات، إجراء الانتخابات. هناك فئة تقول يعني 8 أذار يقولون حكومة وحدة وطنية، يعني العودة إلى اتفاق الدوحة. اتفاق الدوحة بمعنى أنه بكل مفاعيله بترجع بتعمل حكومة وحدة وطنية بتدخل كل الناس وبترجع على الحكومة الشبيهة اللي كانت مثل حكومة الرئيس سعد الحريري، مع فارق بسيط هو أنه في الرئيس الآخر هو أنه تمام سلام هو رئيس حكومة وممكن يكون عنده حصة صغيرة فيها، يعني بعض الأسماء اللي بيرتاح للتعاون معها، وهذا أمر طبيعي لكل رئيس حكومة. هل سهل التكليف ليؤخر التأليف؟ لم يسهل ليؤخر، إنما سهل لأنه البلد أولا ما فيك تضل بدون تكليف. فالمعركة كانت بالمدة الزمنية ضيقة، كان بدك يا بتروح على نجيب مئاتي يا بتظهر من نجيب مئاتي. ليش هذا اللي صار؟ انه كل هذه المرحله كان يجب الخروج من اسم، يعني وضع نجيب مئاتي جانبا، مع احترامنا لشخصه طبعا هو رجل سياسي وبيرجع بكره بينزل باللعبه السياسيه وممكن يطلع يعني يحسن وضعه اكثر واكثر، انما الشيء اللي بيتعلق بمئاتي انه كان يجب ان يخرج مئاتي من الحكم، من رئاسه مجلس الوزراء، لكي يقال، لكي يكون واضحا انه انتهت مرحله 2011، يعني كانون الثاني 2011، مرحله انقلاب كانون الثاني. لماذا برأي حضرتك هذا التوجه لدى الاكثريه السابقه لتسميه تمام سلام؟ اولا كان التوجه، كان القرار الأساس هو أنه لا عودة لنجيب ميقاتي.
2 تمام سلام هو عم بيقولوا هن تمام سلام يحظى أولا هو جزء من 14 أذار منه برات 14 أذار منه بطيار المستقبل لكنه ليس خارج 14 أذار ليس 14 أذار إذا بدك بلهجته من الصقور مثل ما بنحكي نحن بشراسي على بعض المواضيع لكنه بالمبادئ العامة كلها اللي عبر عنها خلال آخر 8 سنين كل الكلام كل تصريحاته رجعوا للأرشيف تمام سلام ما عنده ولا تصريح خارج إطار المبادئ مبادئ 14 أذار ما في ولا اجتماع ل 14 أذار أكان أكان مصغر أو موسع ما كان هو حاضر فيه ما في أي استحقاق انتخابي كان إلا ما كان هو ضمن الاستحقاق الانتخابي لقوى 14 أذار وأحد مرشحي قوى 14 أذار وصبت الأصوات أصواته هو إلى جانب أصوات 14 أذار ما بتعرفه عنده حيثيته صحيح. اجتمعت هذه الأصوات لإيصاله ما في أي مناسبة أكان للتكليف أو التأليف بالحكومات السابقة إلا ما كان تمام سلام جزء من هذه الأسرة العريضة اللي هي أسرة 14 أذار إذن تمام سلام مرشح إذن تمام سلام اليوم رئيس حكومة لا أصبح رئيس حكومة كل اللبنانيين رشحناه وهذا ما بنستحي فيها ما فيها عيب على رأس السطح رشحناه أصلا تتذكر هو لما عمل وزير بال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وزير ثقافة كان وزير ثقافة طيب ما هو 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 جاء من حصة 14 هو إجا معنا بهذه الأسرة ل 14 أذار و 14 أذار هون اللي بدي أرجع ذكر الناس فيها 14 أذار ليست فقط الأحزاب 14 أذار هي الأحزاب والمستقلين وهذا بين ب إذا لاحظت بموضوع المشكلة اللي صارت حول القانون الأرثوذكسي المستقلون أخذوا موقف مغاير غير أحزاب المسيحية وتمام سلام هو بنفس هذه الصيغة هو مستقل وابن 14 في عندي سؤالين بهذا الحديث ولكن بدك تسمح لي صار أستاذ أنطوان صفير جاهز دكتور أنطوان صفير بدي أسأله عن موضوع التمديد والتعليق لندخل برشحنا واسم تمام سلام دكتور صفير صباح الخير دكتور صفير التوجه اليوم لي أو بالأحرى تأجلت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم حتى بعد ظهر غد في هذه الجلسة من المقرر أن يطرح موضوع المهل الدستورية للقانون الانتخابي النافذ اليوم وهو القانون قانون عام 2008 في هذه الجلسة في رأيين إما تمديد المهل أو تعليق إلغاء أيهما القانوني إذا كان فيه شيء قانوني في واقع الأمر أن المسألة تطرح من بابين باب التعليق أي أن المهل تصبح غير نافذة وهذا شيء مستغرب لأن المجلس النواب هو سلطة ولها ضوابط انطلاقا من قواعد آمرة هذه القواعد الآمرة هي المهل باعتبار أن الانتخابات يجب أن تجري في منتصف حزيران المقبل على حد أقصى باعتبار أن المجلس النيابي يفقد وكالته ابتداء من هذا الوقت باعتبار أنه لأربع سنوات منتخب من قبل الشعب اللبناني إذن موضوع التعليق هو لا ينطبق لا مع الدستور ولا مع القانون ولا مع روحية الأنظمة المرعية أما التعليق فهو جائز إذا تزامن مع التمديد هو جائز إذا تزامن مع تمديد ولاية مجلس النواب قانون الانتخاب يحدد أن مجلس النواب ولاياته هي لأربع سنوات وبالتالي يمكن تعديل هذه المادة وإضافة شهر شهرين أو ثلاثة حسب مقتضيات الواقع الراهن وحسب الاتفاق حول قانون الانتخاب يعني اليوم لماذا؟ يعني اليوم لا يمكن لمجلس النواب أن يشرع مهل أن يحدد مهل معينة خارج إطار الوكالة المعطاة له اللي بتنتهي بعد أربع سنين يعني اليوم المطلوب ليكون هناك تمديد للمهل تمديد مجلس النواب تمديد عمل مجلس النواب حكما والكلام عن تمديد تقني ليس هنالك شيء اسمه تمديد تقني طيب. ممكن أن يكون في ضمن الأسباب الموجبة للقانون الذي سيعدل قانون الانتخاب الجواب على سؤال لماذا نمدد مدة مجلس النواب نمددها بسبب إجراءات تقنية أو حتى تقوم وزارة الداخلية بالتحضير للانتخابات على أساس
القانون الانتخابي الذي سيتم. يعني المهلة التقنية هي من موجبات التمديد لعمل مجلس النواب لولاية مجلس النواب، ومن موجبات تمديد المهلة الدستورية، هذه هي الموجبات. لأن الموضوع يجب يعني في إثارة كثير عليه وفي كلام كثير. في بالقانون هنالك تفريق واضح بين المهل الإدارية التي يمكن تعليقها أو تمديدها بشكل طبيعي، وهنالك المهل الدستورية التي تتعلق بانتظام المؤسسات الدستورية، وهي قواعد آمرة لا يجوز التلاعب بها إلا انطلاقا من ثوابت معينة على المجلس النيابي أن يتلقى. يعني التعليق أو إلغاء عمل المهل هو مخالفة للقواعد الآمرة حكما يخالف، يعني هذه مخالفة للقانون يحاسب عليها. طبعا مخالفة لروحية الدستور التي حددت السلطات، عمل السلطات، وقانون الانتخاب يأتي تطبيقا لأحكام الدستور ويحدد 4 سنوات كمهلة لمجلس النواب لا يمكن أن يتخطاها. يعني من غير الجائز اليوم تعليق المهلة الدستورية، إلغاء؟ لا أبدا أبدا، موضوع التعليق موضوع منافي حكما لكل النصوص والأعراف ولروحية الدستور. أما التمديد فيجب أن يتزامن مع تمديد مهلة مدة مجلس النواب لمدة معينة حسب الاتفاق. إذن فلننتظر الجلسة العامة يوم غد لنرى ما إذا كان هنالك من مخالفة أم اتبعوا الأصول الأساسية. على كل حال هذا الموضوع سنتابعه معك دكتور أنطوان صفير، هذا الموضوع موضوع إما المخالفة القانونية أو حتى السير بالقانون لنقرأ أكثر في التفاصيل القانونية من ضمن حلقات مقبلة من ضمن برنامج الحدث أو ضمن قناة الجديد. شكرا لك دكتور صفير على هذه المداخلة. هذا الكلام يعني هذا الكلام اللي كنا عم نحكي، تستطيع أن تمدد ضمن المهلة ضمن مهلة المجلس ولاية المجلس بما لا يتعارض مع انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل. أما أن تعلق وتقول معلقة وشو بتعمل بعدين؟ مخالفة للقانون للقوانين. شو بتعمل بعدين؟ حتى لو جاب 80 صوت شو بصوته على شيء مخالف يعني شغلي منا معقول. ثانيا هذا ماذا يعني؟ هذا يعني عمليا انه عملنا مخالفه كبرى ثم لغينا الانتخابات بدون ما نلغيها، وابقينا وضع المجلس النيابي معلقا. طب هذا المجلس النيابي امتي بتخلص ولايته؟ بتخلص ب20 الشهر 6. طيب بدنا نمدد الولايه ولا ما بدنا نمدد الولايه؟ بيجتمع يفترض ما هي الاسباب القاهره؟ ما هي الأسباب القاهرة؟ في حرب أهلية، في دم للركاب. يقول دكتور أنطوان صفير قد يكون التمديد التقني، التأجيل التقني هو موجب لتمديد عمل مجلس. لكن واضح أنه هناك مسعى كبير لدى فئة من القوى السياسية، وأنا أقول حزب الله على رأس هذه القوى، لإلغاء الانتخابات ولدفشة. وأنا بتقديري ربما هذه المرحلة شو مستفيد من إلغاء الانتخابات؟ اولا بحافظ على وضع المعلق في لبنان. ثانيا عندما بيلغي الانتخابات كمان بيعلق او بيعرقل تشكيل الحكومه العتيده. فمنصفي نحن امام مجلس نيابي مش موجود او ممدد له، ومنكون أمام حكومة تصريف أعمال بعدها عم تاخد، يبدو أنه هناك قرارات كثيرة عم بيتم أخذها وعم بيكون في أشياء غير قانونية عم بتم في هذه الحكومة من قبل بعض وزراء تصريف الأعمال، بدنا نلقي الضوء عليها بخلال هاليومين الثلاثة، خصوصا يعني؟ وزارة الاتصالات ما بدي فوت فيها هلأ. عم بيقولوا لا اليوم ناشرة شريدة المستقبل شيء عن شركة سافكو، عم بمخالفات كبيره وعم بينعمل تعيينات تصريف اعمال ما بحق. تسلم لي، لما بتعين 120 موظف بوزاره مسيو ليون اخر جمعه كيف يعني؟ وين هذه تصريف اعمال؟ كيف عم برايك ما تفاجئوا باستقاله الرئيس مئاتي؟ انا برايي كانوا عارفين قبل بوقت اللي عم بعينوا وعم بمرقوا صفقات. يعني ليك مئاتي بدك تحكي عن مئاتي عمل مناوره، بتقديري انه هذه المناوره انقلبت عليه. هو عندما قام بمناوره الاستقاله كان الاستقاله من اجل اعاده تنشيط يعني شحن بطارياته المعنويه والشرعيه، وخصوصا انه عم بيعمل مشكل من اجل اشرف ريفي ابن طرابلس وسنيا مجدي له، وبيرجع بتكليف الاكثريه مره ثانيه، وخصوصا انه بالمره التي سبقت يعني وقت وسام الحسن
بتتذكر كنا سوا هون. صحيح. كان مفروض انه يقدم استقالته، ما قدم استقالته، وكان عنده دعم دولي. يوم كل الدنيا قالت له لا، كل الدنيا اجتمعوا سفراء دول الخمسة الكبرى وطلعوا على عبدة. هو حبيب الكرسي خلص. هلا وقفت عليه يعني؟ شو بدي انا عم بحكي عن رئيس حكومه موجود، بس ما في غيره كثير. لانه هو دائما بيعمل تصريحات انه هو غصب عنه اجى واجى لينقذ البلد، وهذا هذا كله يعني غير مفيد. بس بدي اسالك نجيب سؤال. ما زال بس هون عند هي النقطه، يوم وصول الرئيس نجيب ميقاتي، ايهما كان اهين عليكم، انه يكون الرئيس ميقاتي يتسلم هذه المهمه ام شخص من 8 اذار؟ لا، لا هيدا ولا هيدا. مش السيد حسن نصر الله بيعين رئيس الحكومة. النائب وليد جملاط يوم هو اللي استقال. لا، هو اللي عين. يا خي هو عطى الأكترية الرحمية. ايه شو يعني؟ لا مين بيكون عمل؟ لا 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 لا، ما تزت عند وليد جملاط. عند مين لكان؟ وليد جملاط مش هو اللي عمل انقلاب، وليد جملاط مش هو اللي عمل حملة اخر 6-7 اشهر على على موضوع شهود الزور وعلى بتتذكر. بس لو لم يوافق النائب وليد جملاط ما كان صار. يا عيني، وليد جملاط عطى اصواته اول اسبوع اول تنين، عطى اصواته لسعد الحريري كان معنا اكترية. تاني تنين حول الاصوات للنائب وليد للرئيس نجيب. للرئيس نجيب مين بيكون على على اي قاعدة؟ ما قال، صار عامل 100 تصريح انه كان الوضع جماعه نازلين يعملوا انقلاب بالعسكري بس بالبلد. بالمحصله هو بايدة الأمان. محصله انا عم بعطيك بالسياسي. طيب. بالسياسي لا يستطيع ان ياتي السيد حسن نصر الله ويعين رئيس الحكومه السني. هيدي منا واردة. قدر يعملها بنجيب ميقاتي، ما بقى بيقدر يعملها. هي منا واردة. مثل ما بيقدر حتى لو كان واقف اليوم وليد جملاط معه، لو تغيرت المعادله بموضوع تمام سلام. وليد جملاط عاد قادر يعني. وليد جملاط اولا تغير يعني، تغيرت المعادله. شو اللي غيروا لوليد جملاط اليوم؟ انا ما بدي احكي عنه لوليد جملاط. انا برايي قراءتك، انا مش عم بطلب معلومات، انا عم بطلب قراءه استاذ علي. قراءتي انه وليد جملاط شاف انه اولا وصلت الحكومه الى يعني الى مرحله يعني انسداد الافاق كلها قدامها، فاتت ببعضها. ثانيا ما عاد فيك، هو حسب قراءته انه منعنا حزب الله انه ينزل على الطريق ويعمل مذبحه بالبلد. ما هي بال 2010 بال 2011 نهايه 2010 بدايه 2011 ب 12/1 ل 2011 ما هي كانت وقتها يعني عند اسقاط سعد الحريري انه جماعه كانوا نازلين، يا هني يا بيجي نجيب ميقاتي يا بينزلوا بيعملوا شر بالطريق. انه ويوم كان يم يجي نجيب ميقاتي يم نعمل شر او يم بفل سعد الحريري ومنعمل شر، اثنين سوا. لا ما بتفرق. لا لانه بتفرق. لا 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 لا، يوم كان الهدف ايصال نجيب ميقاتي ام لا. ابعاد سعد الحريري. عمر كرامي ما كان بمر لانه انحكى بعمر كرامي وبين انه في تشنج على عمر كرامي كبير وممكن ينفجر البلد بعمر كرامي. مسكين يعني دائما حظه عاطل بهالامور. نجيب ميقاتي جاي معه يحمل في هيك بنفسه يوم كان في اكثر من اسم، حتى كان الوزير عبد الرحيم مراد. يا حبيبي نكتي الوزير مراد هيدي هل بتصدق انه مراد بيعمل رئيس حكومه؟ بس انا اللي بدي اقول هيدي نكتي. رجل بخص رجل بشار الاسد وحسن نصر الله بيعمل رئيس حكومه. طب ما انتم عم تقولوا جاب الرئيس ميقاتي. رئيس ميقاتي شو؟ رئيس ميقاتي جابوه على قاعده الرصيد اللي حصله. انا وجهه نظري انه هو صديق بشار الاسد لزم باللزم. وبشار بيقولوا اليوم صديق بشار الاسد. انا بقولها اليوم وبكره وبعد بكره. مول المحكمه الدوليه على سنتين. ليه شو هالجميله؟ المحكمه الدوليه جايب الفصل السابع، اذا مولتها واذا ما مولتها دول العالم بتمولها وبتسجلها. السنه اللي قبل الرئيس الحريري ما مولها. شو؟ السنه اللي قبل الرئيس الحريري ما مولها. لا لانه وقت لا. اللي كان رئيس حكومه وحده وطنيه اجى نجيب ميقاتي ليمول السنه اللي كان فيها رفيق الحريري. ليه ما مولها؟ سعد الحريري. لانه منع من انه يقرا ويدخلها فاذا من بيكون مين بيكون رئيس حكومه؟ خليني اكمل جملتي. تفضل. منع من انه يقرا داخل الموازنه وقتها. تم تعطيل الموازنه وقتها. صحيح. طيب. وبعهد ميقاتي شو عمل؟ ميقاتي شو عمل؟ اجى لعند حزب الله قال له خيي انتم بدكم ياني، نحن طيرنا سعد الحريري ونحن قاعدين بالحكم ومعكم انتم ثلثين المجلس الوزراء، معكم انتم السلطه، بنكمل ولا بنفرط الوضع؟ انا ما في احمل مجلس امني يطلع يصوت ضدي ويطلع قرار ضدي، خلونا نحمي هذه الحكومه. قالوا له ما في تصويت داخل مجلس النواب،
قال من برات مجلس وزارة، قال له هلا بنلاقي له طريقة. قام أخذ مصاري من المصارف، ما هيك؟ يعني ورجعت مولت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. هي كيف فاتت؟ لا هيئة الإغاثة. هيئة الإغاثة؟ إيه؟ ما هي تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء. مصارف، بنك مركزي، هيئة إغاثة، و بالنهاية دبر، بالنهاية أوجد حل ومول محكمة كان الرئيس سعد الحريري عاجز إنه يعملها. من أجل ماذا؟ معناتها هيدا مين بيكون رئيس طيب. حكومة حزب الله؟ لا رح أقول لك شغلي، معناتها حزب الله طيب. إذا كان إذا لحظة بخليني كمل جملتي، إذا كان سعد الحريري أو فؤاد السنيورة رئيس حكومة ما بيمول للمحكمة، إذا كان واحد بخصهم بيمولوا المحكمة. شو يعني؟ كيف يعني؟ شو التفسير؟ ما هي سلي حزب الله. أنا بدي أسألك، فسر لي. سلي حزب الله لأنه المعركة منا مهمة بالنسبة لهم. معركة المحكمة مش مهمة؟ لأنه بيعرفوا يا سيدي، هني بيعرفوا بالنسبة للتمويل وبالنسبة للبروتوكول أنه فصل سابع ما بيقدروا يقفوا بوجهه. بدي أعتذر منك ثانية إلى دارة الرئيس تمام سلام والسفير البريطاني عم يحكي. ممتاز. On the death of our former Prime Minister Margaret Thatcher. In 1982, Margaret Thatcher wrote to President Sarkis to say that Britain's ironclad commitment was to Lebanon's sovereignty, stability, and independence. She wrote that at a very difficult time for Lebanon, a time of foreign invasion, a time of uncertainty about the region, and a time of instability. But she was certain then, and we are certain now, that the most important thing was for all of us to work together to promote Lebanon's stability and sovereignty. That was the case then, and that is the case today. And I'm very happy to see this sense of consensus, this sense that of the need of the, for the nation to come together at this time and to agree a common platform. And the most important thing at the moment is that there is consensus that Lebanese interests should be put first. Not the interest of any other country, including our own, outside Lebanon, but Lebanese interests. And that has our strong and continued support. Thank you. Mr. Ambassador. هل هناك خطوات دولية لدعم وتسهيل مهمة الرئيس المكلف وسط التوترات الصعبة اللي عم تمر فيها المنطقة اليوم؟ It is not for outsiders to involve ourselves in the precise mechanism for an election law. Or for the precise type of government that is formed in Lebanon. That's a question for Lebanese leaders. The most important thing for us is that there is an urgent agreement and that it is consensual, that that parties and leaders can come together in the national interest. Do you think that nominated Prime Minister Tamam Salam will bring stability to Lebanon? I very much hope so, and all of us must show every solidarity we can for Lebanon and for Lebanon's institutions at this time. But Mr. Ambassador, there was a precedent in 2005 when the US government... إذن كان هذا جزء من تصريح السفير البريطاني من دارة رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، وفيه أكد أو جدد دعم بلاده للبنان، للاستقرار في لبنان ولمسار الأحداث المرتقبة في لبنان. في كمل بس أكيد بدي كمل الفكرة اللي كنا عم بحكيها. النقطة اللي عم بحكيها تتكون واضحة للمشاهدين، تمويل المحكمة، تمديد البروتوكول اللي هو تلقائي، ما كان في حاجة بند سابع، كله بند سابع، ما في جميلة لحدا. كل الموضوع كان إعطاء شحنات ودفع معنوي ونوع من حماية هذه الحكومة ومحاولة إعطاء نجيب مئاتي سلاح بإيده ليواجه الضغط من الشارع اللي هو من البيئة اللي بينتمي لها، وحماية سعيد ميرزا ونقله للسرايا لعنده كمستشار بعد ما كانت كان شو بده يحمي، شو بيعملوا معه لميرزا، بيعملوا شو يعني، حطوا مستشار، شو حطوا بالبيت يعني، شو مستشار هو أساسا انتهى يعني، أوكي هو طلع تقاعد، هو طلع تقاعد ايه؟ شو يعني أنه حطوا بالهيدا بعدين. هيدي النكتة الكبيرة، وأنا بهمني يوما ما تسألوه لأشرف ريفي لما ببلش يطلع على الإعلام، تسألوه عن الرواية الحقيقية لحماية القاضي الأمنيين اثنين، يعني أشرف والمرحوم وسام. كان موعود حزب الله بأنه اثنين بدون يطيروا، هذا جزء من التعهدات التي تم التوافق عليها أنه هاثنين بدنا نظهرون. اللي بس صار بس للتذكير اللي صار لحظة للتذكير بأول مقابلة للرئيس مئاتي، شو بدي برئيس مئاتي؟ قال هودي مثل ولاده،
وأنا مثل ابنه كمان. لا هيدي هذا كلام تعرف إنه الرئيس مئاتي يعني استاذ اللياقة، بس هذه اللياقات بدك يكون إلى مضمون. جاء لينقل ليخرج وسام الحسن، وهذا للتاريخ، وبكرة لازم تسأله، لازم تسأله يمين وشمال وتجيبوا المعلومات من عند أشرف ريفي لما بلش يطلع على الـ على الـ على الـ على الإعلام. جرب يطير وسام الحسن بالأول الرئيس مئاتي؟ نعم. إجا أشرف ريفي قال له بدك تطير وسام، بتطير اثنين سوا. مئاتي ما بيقدر يحمل من أول شهر، كان يعني هو أمتين كانت بلشت يعني كانت تشكلت الحكومة، يعني كانت صرنا بشهر 7-8 من 2011، كانت بلشت الثورة بسوريا، كان بلش الوضع يصير أكثر تعقيدا، يعني ما عادت مسحة، ما عاد يعني انقلاب أول السنة كل مفاعيله قادرة تكون موجودة ومطبقة في هذه المرحلة. إجا أشرف ريفي قال له بيروح وسام، بروح أنا وياه قبله، بتقيلنا اتنيناتنا بتطلعنا هذا، نحن جاهزين. مئاتي ما بيقدر يحمل وسام وأشرف الريفي سوا، مأجل طلب التأجيل وظل الأمور تتأجل لأنه المعادلة الإقليمية تغيرت، لأنه الواقع تغير، لأنه الحكومة حكومة نجيب مئاتي واجهت أولا بمرحلة الأولى صارت واجهت مشكلة داخلية كبيرة، بلشت المشكلة تتفاقم. اثنين صار في إغلاق عربي تام عليها ولليوم، بحيث أنه صار يتصاعد الانسداد علاقاتها العربية لدرجة أنه صار محاصر مئاتي. بعدين هذا رئيس حكومي سني يا حبيبي، هذا رئيس حكومي ما بيقدر يعمل رئيس حكومي مرتاح إذا كانت كبريات الدول السنية بالعالم العربي العربية السنية، أنا آسف أني أحكي هالكلام، مسكر عليه. هذا رئيس وين حكومي مسكر عليه؟ يا حبيبي مسكرين عليه، الخليج كله مسكر عليه، قال له ستوب خلص، بيستقبلوه بروتوكوليا أهلا وسهلا، بيطلع وزير يا أخي. وين استقبلوه بالسعودية 3 مرات؟ مين شاف؟ شايف ولي العهد باردون آخر مرة باردون. هلأ هيدي النكتة اللي عملها خينا فارس جميل في صورة على الهواء، ما شفتها حبيبي، هيدي صورة فارس اللي قصوا. شو مركبة؟ ايه مركبة. لا مش مركبة، صدر عن الديوان الملكي. لا صدر عن وزارة لا صدرت ولاية ولي العهد ابدا، عن مكتبه اخذناها عن ولاية ابدا، عن مكتب نحن ولي اخذناها نفس الشيء. نحن جريدة النهار اخذنا صورة وزعها مكتب مئاتي، كان قمة الاقتصادية العربية صحيح، وفيما بعد لحظة ولي لا العهد. مش في مش مزبوط، انا عم بقول لك مش مزبوط، لا مش صحيح هالشيء، راجع الارشيف. طلع في تقليد هو انه دائما لما بيكون في قمه الملك او ولي العهد، اذا الملك تعبان بيستقبل الوفود. نعم استقبلوا وفود 22 دوله عربيه، لبنان اجى الوفد مئاتي رئيسه ومع كل اعضائه، قعدوا بالصالون عند ولي العهد. نعم اوكي، حكيوا كلمتين عن لبنان ومدري شو، هذا اهلا وسهلا بلدكم الثاني ومدري شو كذا، يا اهلا وسهلا، هذا الكلام البروتوكول اللي بيحكوا كل الرؤساء فيما بينهم. ثم غادروا مكتب مئاتي، بيطلع بنفس النهار بيوزع صور على الصحافة اللبنانية وعلى الإعلام اللبناني، مش الديوان الملكي، مكتب مئاتي. الصورة بدل ما يكون فيها صورة الوفد مئاتي مع الوفد كله، لأنه يستقبل كوفد لبنان وليس كرئيس حكومة لبنان. هلا بدي ذكرك بشيء. لحظة خليني أكمل. بيطلع الصورة مئاتي مع الأمير سلمان وبقص الباقيين بظهرهم برة الصورة. شو المسحة هيدي؟ بس للتذكير، القمة الاقتصادية مش هي اللي شهدت اللقاء مع ولي العهد، القمة الاقتصادية يومها شارك بالقمة وشارك ضمن الوفد الرئيس مئاتي ورجع. لا بس ما لعبوا بالصورة، اللي صار بالصورة اللي عم بحكيك عنه هو آخر اجتماع اللي هو قمة دول المانحة، وطلعوا اي دول اخر اجتماع بالمملكه العربيه السعوديه. ما صار ولا صار في اجتماع، التقى على هامش وبسعود الفيصل وزير الخارجيه، وبقي نهار زياده بعد زيارته وبالاعلام قال بقي نهار زياده، والتقى ولي العهد السعودي ولو في صوره يا استاذ علي ما شاف ولي العهد. وثانياً وزير الخارجية السعودي التقى فيه بإطار بروتوكولي مسكرين عليه. هلا ما تقول لي الرواية اللي طلعتها جريدة السفير يومت اللي عملوا هالصورة هذه المشقفة هذه اللي وزعوها، عيب على رئيس حكومي إنه يقص صورة وفد ويترك حاله مشان يعمل يظهر لنفسه واقع عربي غير صحيح وغير موجود.
عرفت كيف؟ أنا طلعوا رواية طويلة عريضة عادت الأمور إلى مجاريها وطلع. إيه لأنه في لقاء وفي صورة وصدر عن وكالة الأنباء السعودية. يا خيم استقبلوا بمقر إقامته، حتى مش بمركز، بمركز الوفد، بمقر إقامته استقبلوا. مين؟ ولي العهد. حبيبي استقبلوا بمقر إقامته. كيف بتكون مركب الصورة؟ يوم اللي بيستقبلوا بمقر إقامته. ركب، ما قلت لك مركب الصورة، قلت لك نقصت الصورة. الوفد اللبناني ليش نحط برات الصورة؟ ما نحط يحيى هي الصورة، هيدي صورة للرئيس مئاتي مع ولي العهد وصورة للرئيس مئاتي مع الوفد اللبناني، كيف يكونوا محاصر؟ هاي صورة واحدة، هي ثلاث صور بس، هاي صورة واحدة للقاء واحد. التقى مع وفد. الصورة اللي نشرت بالجرايد اللبنانية واللي نشرت وزعها مكتب مئاتي أول يوم ليلتها هيدي الصورة مع ولي العهد تعني أنه محاصر؟ تعني أنه محاصر؟ هذه صورة بروتوكولية، راح يعمل زيارة وهو محاصر؟ ايه مسكر عليه. أها. ولقاؤه مع الأمير، أمير قطر بيكون محاصر؟ ايه لأنه راح على قطر وطلب من القطريين أنه يرجعوا على لبنان، وطلب أنه يرفعوا الحظر عن سفر الرعاية القطريين. قالوا له خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، هيدي من سنة وما ما ما وما صار شيء. ما انطردوا اللبنانية وكله يعني تنفذ. مين قال بده؟ ما بحياته كان في طرد للبنانيين. بدي أسألك سؤال. لا، الحظر عن مجيء القطريين إلى لبنان. بدي أسألك سؤال مقارنة. وقيل له، وكان واضح لمئاتي أنه طالما، وأصلا هيدي بكل الخليج، طالما هذه حكومة حزب الله موجودة، لبنان ما في انفتاح عربي عليه واضح. بدي اسالك سؤال مش هيدا الرمضان، بس هيدي الصوره انت، لا هيدي الصوره. طب انا رح اسال سؤال مقارنه. لا هيدي الصوره وحده، رح اسال سؤال مقارنه، بتمنى تجاوبني. جيب لي السفير تبع يومك. ما بدي اجيب لك السفير، في صوره. انا بدي اسالك صوره تانية. مش رمضان الحالي، رمضان اللي قبله، ضلوا 3 ايام تيار المستقبل باعلامه عم بهلل لصوره الرئيس الحريري مع الملك السعودي حينما دعا لافطار، صحيح ولا لا؟ لا ما قال انه دعي لافطار وحطوا صوره، بلشوا فيها نشرات الاخبار يومها. كان يوم الرئيس الحريري مدعو من ضمن وفود عربيه، من ضمن وفود 22 دوله، طلع بالاعلام وكانه عم بيستقبله لحاله. مات. شو تفسيره؟ مات. لا اول ما طلع بالاعلام، لانه لما بيكون مائده افطار ما فيك تكون مستقبل لحالك. أوكي. يعني معلش اسمح لي. صف عم اقول لك هذه هي. انت يعني بتعرف انت بتقعد ما انا عم اقول لك يوما. لا رح ارجع لك، رح ابرم لك بالارشيف على هذه الفكره لفرجيك انه ما عم خليني احكي، عم تقطشني. عم بقول لك ارجع على ارشيف الصحافه اللبنانيه، الصوره الوحيده التي وزعت ليلتها، مش السعوديين وزعوها، كانت صوره، الصوره اللي عملها الدلاتي يومتها. قام مكتب الاعلامي لمئاتي شالوا الوفد وتركوا موجودة. فرجتك صورة الوفد يا خي، هذه الصورة رجعت طلعت بعدين، هي ذاتها مع الوفد. لا الصورة اللي طلعت أول ليلة وماشات وطلعت ونعطى رواية لجريدة السفير. نعطى رواية طويلة ماشات من 8 أعمدة لجريدة السفير، أنه كيف عادت الأمور إلى مجاريها بين مئاتي والسعودية وهذا، وما كان مزبوط شيء، وعادوا طلعوا بعدين. ورح ارجع هلا طلع لك صوره الرئيس الحريري بالافطار حينما قيل يومها انه الملك السعودي استقبل الرئيس رفيق حبيب الحريري. قلبي سعد الحريري. حبيب قلبي الافطار، تعرف بالسعوديه الافطار شو؟ انت اذا عزمت على عشاء هذه ما انا مزبوطه، هذا انت عم تحور الامور. لا معلش اسمح لي استاذ مالك. الافطارات على الاقل يا حبيبي، انت اذا عاد بافطار ببيتك بيكون في 10 اشخاص. صحيح. ما أنا هون سؤالي، ما بيكون استقبلوا لحاله، ما بتكون تتتات مع أهلك. للتوضيح يبدو أنه في توضيح من مكتب الرئيس نجيب ميقاتي. أستاذ فارس جميل معي على الخط، بدي أسأله أو بالأحرى هو بده يوضح حول هذه الفكرة. أستاذ فارس تفضل. صباح الخير أستاذ مالك. صباح الخير أستاذ علي. هلا. صباح الخير. أنا فوجئت بكلام الأستاذ علي حميد اليوم. أنا تابعته بالقسم الثاني، لأنه قبل القسم الأول كنا بمجلس النواب وقالوا لي عم بيتعرض لك بالكلام أنه نحن زورنا الصورة. ما بعرف، ما بقدر استعمل التعبير اللي قاله، لأنه صراحة ما سمعت. بس هلأ لا، ما قلت زورته، قلت قصيت الصورة، أنه نحن استعملنا الصورة وقصينا الصورة. صح استاذ علي، انا مش عم فوت معك بجدال. اذا بتريد بدي انا اوضح نقطه حضرتك اتطرقت لها ومن حقي اوضح. فضل. اولا بالخبر يلي توزع نحن نهار اللي صار استقبال ولي العهد لدولة الرئيس مئاتي للوفد اللبناني، مش للرئيس مئاتي. إذا بتريد الله ما إذا بتريد حكيت اللي بدك إيه. أنا المعني بالموضوع، بدي تسمح لي أنا هلأني ما تقطعني.
اللي صار انه الرئيس مئاتي استقبل الرئيس مئاتي على راس الوفد اللبناني، ونحن بالخبر اللي توزع رسميا من عندنا وبتقدر تفوت على الموقع الالكتروني للرئيس مئاتي رجعتوا عدلتوها بعدين، نحن قلنا استقبل رئيس الحكومه في حضور الوفد اللبناني، وزعنا صورتين، وغير صحيح انه نحن وزعنا صوره قصينا من الوفد اللبناني على الموقع الالكتروني لدلات ونهره. بتقدر تشوف انه في صورتين، صورة للرئيس مئاتي مع ولي العهد منفردي، وصورة تانية للوفد اللبناني، وبالتالي أي كلام على تزوير أمر غير صحيح. طيب. هذا الكلام أما محاولة بعد فترة ترجعوا، يعني المحاولة الصورة تقول شو أستاذ علي؟ إنه المكتب الإعلامي نحن مزورين ما بسمح لك فيها هيدي، نحن لا من سنين حد حبيبي مش أنت بتسمح لي، أنا بسمح لنفسي. إذا بتريد هيدا إذا بتريد، فهمنا وجهة نظرك، رح أقول لك إياها بالمختصر. أولاً الصورة اللي وزعتوها ليلة استقبال وزعتوا صورة فيها تتأتات، ما وزعتوا صورة الوفد كاملا، صورة الوفد كاملا بعد ما انكشفت القصة رجعتوا خليتوا دلاتي ونهرة يوزع الصورة. بعدين أنا ماني جاي محلل سياسي من برا، أنا قاعد بجريدة حبيبي، قاعد بجريدة وبعرف الجريدة شو وصلنا. الصورتين اللي توزعوا وتوزع بذات الوقت صورتين، صورة شخصية الرئيس مئاتي مع ولي العهد، صورة ضيقة كلوز، ونتوزع صورة موسعة للوفد، ونحن أشرنا بالخبر. نحن ما إجينا إلا من عندكم إلا صورة فيها شخصين. صورة على الهواء. أنا صراحة ما عم بسمع لأنه عم بسمع على التلفزيون، مشان هيك ما عم بقدر أعرف شو عم تقولوا، بس حق يقول هذا الكلام. أما اتهام المكتب الإعلامي نحن بالتزوير أو بأنه إحنا عم نخترع أشياء وعم نقص صور، هيدا لا بتاريخ الرئيس مئاتي حصلت ولحنا ما بليق فينا، وإذا غيرنا بيعملها حقه، إذا غيرنا بيقدر يطبل لصورة في بيناتهم فراغ مع الملك وفي أحد الشخصيات وفي بيناتهم 4-5 كراسي فراغ ويحطوها أنه هيدا استقبلوا حرين، نحن هيدي لليد. أولا زيارة المملكة بتشرف شو ما كانت، وهيدا اللي قاله رئيس مئاتي سواء كان رئيس للوفد أو كان استقبل شخصيا. هلا اذا البعض بعده لهلا مزعوج انه كيف تم استقبال الرئيس مئاتي حقه، لكن من غير حقكم لا نحن ما بليق فيكم انه تلعبوا بالصور، احنا هذا اللي بدنا اياه لكم، حرام انه تلعبوا بالصور وتطلعوا ماشيتات بالجرايد وروايات غير صحيحه، ويضطروا السعوديين بالاخر يمرقوا هن يطلبوا ويصروا على 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 الدلاتي ونهرة وهون على الصحف انه طلعوا الصورة الحقيقية اللي فيها كل الوقت. معلش منا حلوة لكم يا خيي، انتوا جماعة مش ضروري تعملوها، مش ضروري، ما في شيء ما بيبين، ما في شيء ما بينكشف يا استاذ فارس، انت بتعرف انت اعلامي صار لك 30 سنة بالاعلام، ما بتقدر الصورة تقص صور، وخصوصا لما بتكون صور من هذا النوع وصور مع قادة الدول. يا حبيب قلبي يا استاذ علي، يا استاذ علي ما تعملوا غبرة على شيء ما انه موجود، إذا بتريد ما تعملوا غبرة على شيء مش موجود. وكالة الأنباء السعودية رجع لأرشيف الوكالة السعودية بذات الليلة وزعت صورتين للرئيس مئاتي مع ولي العهد وصورة له مع الوفد اللبناني، وبالتالي هيدا الغبرة اللي عم تخترعوها حر يا ما حدا عم يخترع شيء، أنت بتعرف إنه اللي عم بيقوله صح، وأنت بتعرف إنه ما وصل للصحافة اللبنانية كلها إلا الصورة اللي أنتوا وزعتوها واللي فيها شخصين بالصورة وليس كامل الوفد. على كل مثل ما بتريد أنت 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 مصر على روايتك، وأنا عم بقول لك الشيء اللي وصلنا. أنا ماني قاعد برات الصحافة يا أستاذ فارس، أنا بعرف شو اللي بيجينا من عندكم وشو اللي ما بيجينا من عندكم. أستاذ علي نحن ما بنعمل، استاذ علي ما عم بسمعك، نحن لا من السالفين نحن مش نحن السيل اللي منسالفين للجرايد وبنفرض عليهم هيدي الصوره. اذا بتريد الخبر توزع رسميا من مكتب الرئيس مئاتي وحطينا عليه من مكتب الرئيس مئاتي، حطيت صوره واحده حطيته صوره واحده مقصوصه، الخبر موجود على الموقع الالكتروني تبعنا والخبر موجود، رجعتوا صححتوها بعدين على الصور، وبالتالي هذا الغبرة. أنا صراحة أستاذ علي ما كنت حب فوت معك بجدال، حر تقول اللي بدك إياه، على مدى سنتين ما خليت كلمة ما قلتها، هذا حقك، لكن طبعا حقي ما حدا بيمنعني أحكي، حاول تغير الحق، أنا عندي وجهة نظر أنا حر أحكي فيها، وانت عندك وجهة نظر قول اللي بدك إياه، بس أنا مختصر مفيد اللي بدي أقول لك إياه، نحن اللي إجينا من عندكم إجينا صورة فيها شخصين، ما إجينا صورة جامعة، وانت بتعرف هالشيء يا أستاذ فارس، وانا ما بتقدر تقول لي عكس ذلك لانه انا قاعد وانا بعرف شو اللي بيجي. كمان تسمح لقلي استاذ علي، بسمح لك شغله وحده، وبعدين الموقع الالكتروني اللي عدته زدته بعدين صوره لما تبين انه الصوره منا معقوله، يعني غير منطقيه الصوره، ولي العهد السعودي بيستقبل كل الوفود العربيه مجتمعه الا الوفد اللبناني بيستقبل فيه تتتت
رئيس حكومة. ما فهمت عم تعمل. هلا بدي انتقل معك من الشكل، لانه انت مصر على روايتك على الشكل. شو زعجك اذا ولي العهد السعودي استقبل دولة رئيس الحكومة؟ مش زعجني ابدا، انا زعجني انه تقص الصور وانه تلعبوا بالخبر، هذا اللي بيزعجني. نحن اساسا لمعلوماتك نحن بنوزع الخبر، نعم. والموقع الالكتروني لدليت ونهرب بيوزع الصور. انتم اخذتوا الجريده، نحن ما ودينا للجرائد. ما كان في غير صوره واحده اجت من عندكم. بدك بس تسمح لي. خبرنا انه الصور من موقع دليت ونهرب، نحن ما بنوزع صور مع الخبر. يا حبيبي دليت ونهرب مثل ما انت بتعرفوا نحن بنعرفه، دليت ونهرب ما انحط على موقعه الا ثاني نهار بالليل بعد 24 ساعه. مالك يعني بما انكم كان خلص الخبر. استاذ فارس، انا راح اختصر هذا الجدال بسؤال لأستاذ علي. لا 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 لا، مصدر وكالة الأنباء السعودية تتحدث عن خبر استقبال ولي العهد السعودي لرئيس الحكومة اللبناني ولا تشير إلى الوفد. وكالة الأنباء السعودية من المصدر، وكالة الأنباء السعودية. شو هاد جريدتك المصدر؟ شوف المصدر تحت، وكالة الأنباء السعودية، هيدا خبر. وين بقية الوفد؟ وكالة الأنباء السعودية حاططها، انا ما بعرفها هيدي. على كل حال ما بتعرفها استاذ علي، فاذا ما تعمل علي غبره وتكب علي كلام غير صحيح وتقول اني قصيت الصوره. لا، انتم بعثتوا لنا هيدي الصوره، بعثتوا لنا صوره مقصوصه وانت بتعرف هالشيء. يعني على مدى سنتين استاذ علي انا شبعت من الحكي اللي عم بتقولوه، لانه هذا ليش شبعت؟ ليش بعد شو جاي جبنا سيرتك استاذ فارس؟ استاذ مالك بدي اسال انا سؤال بعد ما يا تسلم لي، على شو شبعت؟ جبنا سيرتك؟ نحن عم نحكي بالموضوع السياسي، عن نحكي بالموضوع السياسي، وعنا انتقادات لإدائكم ولطريقة مجيئكم ولكل مساركم السياسي خلال هالسنتين. حرين نعطي رأينا، شو شبعت؟ شو يعني ولا عالم هيدا عم تحطوا غبرة على كلام مش صحيح. يا حبيبي كلام صحيح 100%، كلام صحيح، وانا برايي انه هذا المصدر ما هو مزبوط. هذه جريدتك من وين؟ شو هي الجريده هذه؟ وكاله الانباء السعوديه. لا، الجريده حاطه وكاله الانباء السعوديه، بدي اعرف مين الجريده اللي حاطه نقلا عن وكاله الانباء السعوديه. الانباء السعوديه رجع لها مصدر الوكاله اذا بتريد. لا لا، لانه هيدا موقع الكتروني، بدي اعرف شو مصدره الموقع الالكتروني. انت بتعرف قديش في مواقع الكترونيه بتلعب بالاخبار؟ المشاهدين ما بيهمون هذا الكلام، هيدا على كل جدال حال. جدال تفصيلي، بس انا بدي اسال سؤال بس سياسي. شو الازعاج اذا رئيس حكومه لبنان استقبل ولي العهد السعودي؟ يا حبيبي منه ازعاج، انا عم بقول لك انه انتم بتلعبوا بالصور، لعبتوا بالصور بس، نقطع السطر، ما في ازعاج. ان شاء الله يستقبلكم اوباما، ما فرقه معي انا. نعم، يا اذا شو الازعاج؟ لكن لا تحكي يا خي، ان شاء الله يستقبلك بابا روما، ما فرق معي بالموضوع. انا عم بقول لك الموضوع اللي بيتعلق بالصوره اللي تم توزيعها من عندكم، لعبتوا بالصوره قصيتوها نقطع السطر. برجع بكرر لك لمره وحده، لمره اخيره، لانه بعتقد المشاهدين رح يضجوا من هذا. لا اساسا يعني انتهى وقت حلقتنا يا اخي، خلصت لي الحلقه باخبارك وبصورها. هي صوره بمشاركه الوفد الموسع، لم نوزع صور مقتطعه ابدا. نعم ابدا، غير صحيح هذا الكلام. شكرا لك استاذ فارس الجميل، المسؤول الاعلامي في المسؤول الاعلامي لرئيس الحكومه المكلفه تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. بيلعبوا بالصور وبعدين بيجوا بيهجموا علينا. لا، صار في جاوبك على الفكره وانت لا وانت حكيت. لا ما انت حكيت، بعدك مصر على موقفك. لا، بدي انتقل لملف. انا ماني بجريدي، بعد عندي فكرتين. لو انا ماني بجريدي بقول والله يمكن معه حق، ما معي خبر، والله المصدر ماني ما بعرف. استاذ علي، موكلة الانباء السعوديه قال وكالة أنباء السعودية منقولة على موقع أنا لا أعرف ما هو هذا الموقع. هلا بس تخلص الحلقة، رح نقعد نبرم بالأرشيف أنا وأنت. إيه؟ ونشوف الصورة، وعد. هلا بس ننتهي الحلقة. جيب لي جريدة السفير. عندي جيب لي جريدة ملفين. بدي أرجع لوكالة الأنباء السعودية. أنا مش رح أرجع لولا شيء. أنا مش رح أرجع لولا شيء. رجع لوكالة الأنباء السعودية لنشوف مين السعوديين موزع مصدر اللي قريناه. بعد عندي سؤالين بأقل من دقيقة. قبل كل شيء، ثلاثية جي شعب مقاومة رح تمرق مع تمام سلام هلا؟ رح نحاول ما نمرق نحن، ورح نحاول ان نواجهها، ورح نحاول ان نوقف بوجهها، لانه هذه ليس ثمه مقاومه بعد الان. المقاومه اصبحت سلاحا موجها الى صدور اللبنانيين. نحن نريد بصرف النظر عن كل السجلات على موضوع المقاومه، انا من الناس بيعتبروا ما في مقاومه، اوكي، بس انا بدي ارجع على شيء وافق عليه حزب الله، نص واضح اعلن بعبده ووقعوا وأعلن التزامه فيه. إعلان بعبدة واضح، بنروح على إعلان بعبدة نحن ماشيين،
وهذا وقع غير اعلان بعبده جيش شعب مقاومه. يا اخي اعلان بعبده ما هو بيحكي عن المقاومه بيحكي عن مواجهه اسرائيل وعن النقل. هلا هو الرئيس تمام سلام كان واضح انه هو الشرعي. هو مع المقاومه ولكن ضمن اطار اعلان بعبده اللي هو يحدد حصريه طبعا. السلاح او أوكي. قرار السلم والحرب بيد الدوله. ما بعرف انا عم بسالك سؤال. نحن رح نحاول انه ندفش بهذا الاطار طيب. اعلان بعبده الذي وافق عليه الجميع ولا بيوافقوا من ميلي وبيرجعوا بيضهروا من ميلي تاني طيب. بعد عندي سؤال قلت حضرتك انه رشحنا تمام سلام. البعض يقول انه تمام سلام او بالاحرى هذا الاسم التوافقي فرض على مش على كل 14 أذار وإنما على الرئيس سعد الحريري شخصيا مش كان مش أنا مش قدام فيه إيه؟ أنا كنت بالرياض بعد رجع من يومين إيه؟ عرفت شو ولا معلومات فارس إنه أنا بعرف من داخل المملكة العربية السعودية قصة الصورة والهيدا. على كل شو بدنا بموضوع الأستاذ مئات تمام سلام الموضوع بما يتعلق بتمام سلام نحن نعتبر قلت لك يا بأول الحلقة تمام سلام هو من صلب 14 أذار هو من الأسماء المحترمة بس جدا. لماذا تمام سلام مش خالد أباني مش 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 نهاد المشنوء لا يعني هذه كان في مجموعة أسماء ايه؟ تمام سلام طول عمره موجود يعني لما انطرح بسنة 2011 ايه مش مستقبل ب 2011 لما صار في معركة وقالوا بدنا نفجر البلد حتى ما يرجع سعد الحريري انه اوكي تفضلوا الاستاذ تمام سلام جاهز هذا رجل محترم ابن بيت تاريخي رئاسة الوزراء ببيته من 100 سنة يا اخي لا بدنا مئاتي ولمعلوماتك ومعلش اذا بتعطيني نص دقيقة زيادة تعطيك الرواية لحديت ليل الاربعاء كان الرئيس ميقاتي عائدا او يعمل بجهد وجهيد للعودة الى رئاسة الحكومة وحتى مين اللي قلب المعادلة؟ قلبت المعادلة إنه 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 وليد جملاط ما عاد قادر يواجه بعد شو بعد زيارته للمملكة العربية السعودية مش قصة الهيدا مش قصة مين بيكون رشح تمام سلام لأنه أعطينا وليد جملاط يعني توافقنا مع وليد جملاط مع احترامي له توافقنا على اسم ما فيك تواجهه وكان لابد من الخروج من هذه المرحلة مرحلة حكومة السابقة وحكومة الرئيس مئاتي وحتى الرئيس مئاتي اللي مفروض كان انه يطلع شوي يزيح على جنب ليريح البلد وياه وليخفف الاحتقان داخل البلد ثانيا هني لحديث ليل الاربعاء كانوا عم بيبرموا على بعض القوى المسيحية مستقلة وغير مستقلة وعم بيعدون بحقائب اذا بياخدوا اصواتهم بالتكليف مين اللي كان عم بيبرم؟ جماعة مئاتي مين؟ ما بساله فارس بكره تلفله لفارس عم بسالك انت كبيت المعلومه هلا كبيت لي هون على الطاوله معقول ما القطها يعني عندي معلومات وبعدين مش بس هيك يوم اللي هو اعلن استقالته الرئيس نجيب ميقاتي وهذا من داخل السراي ابلغ كل معاوني ما حدا يزيح من محله خليكم قاعدين ومطولين خليكم قاعدين كان كل الظهره هي من اجل العوده نوع من 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 سيناريو لنحاول يرجع مع شحنة معنوية مع شحنة شرعية أكثر عبر المعركة اللي بين مزدوجين عملها لا 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 لأشرف ريفي لأشرف ريفي وعمليا يعني ما نفعت بشيء فكل الموضوع هو إنه تمام سلام ما كان فيك تواجهه ما بيقدر حزب الله يقول تمام سلام مين أكثر المتضررين من اسم تمام سلام بالسياسة في حدا متضرر من تمام سلام لا كل الناس مستفيدين كل الناس بالطائفة السنية لا كل الناس مستفيدين أنا برأيي حتى نجيب مئاتي بالطائفة السنية نجيب مئاتي بالطائفة السنية رح أقول لك مين أكثر شخص نجيب. متضرر من تمام سلام أبدا ما في حدا متضرر حدا؟ أنا عم بقول لك ما حدا متضرر وجود تمام سلام كقوة هيدا الخطاب اللي سمعناه على أدراج قصر المصيطبة أخيرا رجعت الزعامة لبيروت شو فيها هيدي مين بتأذي شو فيها بعد 20 سنة شو فيها مين بتأذي لبنان يا تسلم لي يا لبنان يا تسلم لي ما حدا بحطه بجيبته إيه؟ لبنان ما حدا أكبر من بلده ما كان يقول كان يقول الرئيس الحريري الله يرحمه صحيح ما حدا أكبر من بلده ثانيا تمام سلام أمر منه غريب إنه رئاسة الحكومة تجي على بيته وأنا لمعلومات خينا فارس أنا شخصيا ماني ضد إنه نجيب مئاتي يعمل 10 سنين رئيس حكومي
لكن نحن خلافنا مع الرئيس مئاتي هو على الطريقه وعلى المسيره. انا معك، كنت عم بسال عن الرئيس مئاتي، انا عم بسال عن رئيس تمام سلام. لا يعرف انه ما في شيء شخصي. انا كنت عم بسال عن الرئيس تمام سلام. لا يعرف، لا عم دور دائما حول الرئيس مئاتي، لانه فارس هيك عصب وكذا. لا يعرف انه ما في شيء شخصي، وانه نجيب مئاتي نحن وياه في رفقه. عصبته معلش، بس رفيق نجيب مئاتي نحن وياه في رفقه عمرها 35 سنه، بنعرفه قبل حتى يمكن ما فارس يتعرف عليه من ايام الجامعه الامريكانيه هون. فمعلش الموضوع منه موضوع شخصي. لذلك لما بتقول لي مين متضرر، انا عم بقول لك تمام سلام ريح البلد. تمام سلام آتٍ من 14 اذار دون ان يكون جاء آتٍ من اجل الاقتصاص من حدا او من اجل ان يكون مرشح تحدي ضد احد. آتٍ من اجل الدوله اللبنانيه، من اجل وفاق لبناني، نحن معه يا خيي. لما بتقول لي مين متضرر بقول لك ما حدا متضرر، انا برايي كل الناس مستفيده. الى داره الرئيس تمام سلام باختصار جاد غصن يعطينا جو اليوم، وتحية منا للرئيس تمام سلام. تفضل جاد. نعم مالك، تحية لك ولضيفك. هنا الصورة غير مختلف عليها، فجميع الوفود الدبلوماسية تتوافد إلى قصر المصيدبي منذ الأمس بعد لقائه السفير السعودي. اليوم ثلاثة لقاءات مع سفير بريطانيا وسفير تركيا، والآن هو مجتمع الآن الرئيس المكلف مع سفير دولة الكويت عبد العال القناعي. سفير دولة بريطانيا خرج بعد اللقاء توم فلتشر ليدلي بتصريح يقول فيه أن بريطانيا مرتاحة جدا للأجواء المحيطة بتكليف الرئيس سلام والهدوء الذي رافق هذا التكليف على صعيد الوطن بشكل عام. وعندما سئل عن موضوع الانتخابات النيابية وموقف بريطانيا من إجرائها في موعدها أو إن كانت بريطانيا مع تأجيل الانتخابات بعض الوقت لحين إقرار قانون جديد للانتخاب، قال فلتشر أن بريطانيا معنية بإجراء الانتخابات بموعدها كموعد دستوري يجب على الدولة اللبنانية أن تحترمه. أما فيما خص قانون الانتخاب الذي يتوافق عليه اللبنانيون فهو أمر داخلي ولا تتعاطى به بريطانيا أو أي دولة خارجية، وهذا على الأقل لا يجب أن يتعاطى به أي دولة خارجية. الآن تستمر لقاءات الرئيس المكلف تمام سلام هنا في دارته على أن ينتهي لقاءه الأخير الآن مع السفير الكويتي، ويتوجه بعدها إلى المجلس النيابي ليبدأ عند الساعة الثانية من بعد الظهر استشاراته بالاستشارات النيابية من أجل تكليف من أجل تشكيل الحكومة. نعم مالك، شكرا لك جاد. أستاذ علي حمادي، نحن عم نختم، بس هيدا الدرج يلي رجعت له الزعامة البيروتية بعد 20 سنة، شو برأيك؟ يعني هذا بيت زعامي اساسا، لطالما كان بيت زعامي وبيت كريم. بس انا بيهمني مين اغلقه. لا 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 لا، عمهلك شوي. إيه؟ اهم شيء انه عم بتقول لي مين، من هو من المتضرر من زعامه تمام سلام. نحن بيهمنا من كل شيء انه ما يجي رئيس حكومي معين من حار تحريك ومن قصر المهاجرين. بس تمام سلام بهذا المعنى هو رئيس حكومي استقلالي، الآخرين مع الأسف تم تعيينهم وتم الإتيان بهم سنة 2011 بقرار مشترك من السيد حسن نصر الله من حزب الله ومن النظام السوري. أنا سألت سؤال بس نقطع السطر، بس بدي كلمة بس. سألت سؤال وعم نختم، قصر آل سلام مين سكره بمرحلة من المراحل؟ سوريين. بأمر من مين أو عبر مين؟ سوريين سكروه. بس حبيبي من سنة 80 سكروه، شو بك؟ وهجروا للرئيس صائب سلام وشغلة طويلة عريضة، وجربوا يقتلوا كل اللي حواليه. ومين سقطوا بال 96 لتمام سلام؟ كان في تحالفات نيابية متعارضة. من يقودها؟ لا، تمام سلام نزل ضد الرئيس رفيق الحريري وسقط. اوكي، بس مش سكر له بيته ابدا، مش صحيح. السوريين مين كان عم ينفذ اوامر السوريين بلبنان؟ ما حدا. مين كان عم ينفذ السوري من كان على رأس الحكم سنة 83؟ إيه؟ السوري بيهدد صائب سلام الله يرحمه. طب من 83 لل 2005 يا خيي دفع زد زعيم لبناني طويل عريض سني تاريخي ورئيس حكومي، زدته برات البلد بالقوة. تأيدين الصلح توفى الله يرحمه. تأيدين كمل الصلح. ابنه المسيرة. من حاصر ابنه؟ مش حاصر ابنه، كان في مين اللي سقطوا بال 96 وبال 2000؟ بس بدي اسألك سؤال، انه بهالمعنى ما حدا له حق يشتغل سياسي؟ كان بهذا 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 الوقت الرئيس رفيق الحريري اتى سنة 92، وبتعرف بأي طريقة اللي اجى فيها؟ اجى فيها وكأنه هو يعني الوجه الجديد. 13 دقيقة، بدي منك جواب كثير سريع. حياتك حابب الحلقة وحابين الحلقة بالكنترول. لا، مش هو اللي سكر له بيته، مش صحيح. نزلوا بالانتخابات ضد بعضهم. ايه شو فيها؟
شو فيها؟ ما فيها شيء. ديمقراطية اللعبة. يا حبيبي شو فيها؟ بطرس حرب كان برات كان على صدام انتخابي. ايه ما يوم يوم حاولوا اغلاق منزل بطرس حرب وعمر كرامه ونيلة معوض وتمام سلام مين هودي؟ خليني اقول لك شغلي بالانتخابات دوره بتجي انت ضدي دوره ثانيه او دورتين بعدها بنكون متحالفين بالانتخابات. هذا امر منه مستغرب منه فوق العادي. بعدين مش صحيح انه رفيق الحريري سكر له بيته لصائب اسلام. صائب اسلام هجر من لبنان وكاد كاد ان يموت خارج بلده ولدرجه كان في حصار سوري. انا نزلت على مقتمه لصائب اسلام. خلينا ما دام عم نحكي عن 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 تمام لا بدي 10 ثواني نزلت على مقتمه. لما نزلنا كان وكان رفيق الحريري موجود. بتعرف كم شخص كان بمقتمه؟ لا مش بروتوكول. بتعرف كم شخص كان على كتما كان في ضغط سياسي سوري معادي لبيت سلام؟ 500 شخص. مقتم صائب سلام ما بيوصلوا للألف. تاني نهار كتبت انا عبر مين حاصروا يا استاذ علي؟ عبر مين حاصروا؟ حاصروا عبر مين؟ عبر حزب الله ولا عبر الرئيس؟ حاصروا هني ديريكت 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 ديريكت. مين رشحوا بوجهه؟ مش نواب كتله المستقبل يوما؟ كاد ان يموت كاد صائب اسلام انه يموت برات لبنان. نزلت انا بالمقتم عم بتطلع يعني عم نحاول نعمل ملايكه. نزلت بالمقتم خليني اكمل الروايه. نزلت بالمقتم ماشي هيك تمام سلام هيدا عم بتطلع فيه وعم بتطلع بهالناس. حزت بعيني. كتبت تاني نهار مقال بجريده النهار قلت نحن نزلنا كنا 500. هيدا رجل عيب أن لا يكون في 50,000 و100,000 شخص بمقتمه. وليه ما أوعد الرئيس الحريري لجمهوره يوم لا ينزل؟ حصار أمني مباشر سوري أنه بموافقة الرئيس الحريري معتبرة خي بموافقة الرئيس الحريري. حبيبي بدك تلف وتدور هذا. أنا رح أقول لك أنه لا. طيب. وبالتالي لما كتبت هالمقال يومتها وأنا صاحبي مع, 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 مع رفيق الحريري يعني منا بعاد عنه. اجا تمام سلام تلفن لي قال لي هذا بدي اعمل كتاب تكريمي لابوي وهذا احد النصوص مقالات اللي راح تنضم للكتاب ويحيى موجوده بكتاب صائب سلام. الكتاب اللي سيرة حياته. شكرا لك استاذ علي حمادي على هذا اللقاء وعلى امل اللقاء القريب في حلقات مقبله يبدو للحديث تتم كثير بعد في ملفات كثير بعد لازم اهلا وسهلا فيك مشاهدينا الى اللقاء.